نحن وياكم لمدة ساعتين ونص من الوقت مثل كل صبحية. طبعا نتمنى لكم نهار ممتع ورفقة ممتعة مع الرنان. صباح الخير جوز. صباح النور رنا وصباح الخير لكل المشاهدين. طبعا مع حلقة جديدة ويوم جديد عم بيطل عليكم مثل ما تعودتوا دائما من تلفزيون لبنان. صبحية بتتميز بلقاءات متنوعة ثقافية اجتماعية فنية ومواضيع متعددة ومواضيع ايضا خاصة بالشهر الفضيل شهر رمضان الكريم. فخليكم معنا نحن وياكم مدعوين نتعرف على كل جديد موجود على الساحة اللبنانية. مثل ما صاروا يعرفوا المشاهدين يوميا عم نطل على بعض الاشارات الموجوده على الطرقات. اليوم الاشارتين يلي رح نشوفهم ولا هي بس مهم ننتبه تماما. احنا بناكل ظبط. الاشاره الاولى هي ممنوع تجاوز السرعه القصوى يلي هي محدده ب 80 طبعا حسب الرقم يلي موجود داخل الاشاره. صحيح. وفينا نكون فيها تكون 60 وفيها تكون 100 طبعا حسب المكان عاده اذا على الاوتوستراد او اذا على طريق داخلي. ولكن كتير مهم انه نحن نتنبه لوجود هيدي الاشارة ونمشي على السرعة القصوى المسموح فيها, والا اذا تجاوزناها بنكون طبعا معرضين انه نحن ناخد ضبط. بدك نشوف على هالاشارة لانه يعني للأسف فعلا عم نفتش نحن قديش ما قلتكم السرعة على هيدا الاوتوستراد بهذه المنطقة. عادة الاوتوستراد 80 او 100 حسب طبيعة الاوتوستراد. صحيح. الاوتوستراد اكبر او اصغر يعني, فنحن بحاجة لنشوفها لنتقيد بهذه السرعة لانه مش يعني ظلم انه ناكل ضبط بلا ما نكون عارفين نحن شو المطلوب منا. ايضا كمان غنى رح نتابع مشاهدينا اشاره ثانيه لليوم. هذه الاشاره مثل ما عم بتشوفوا لما نشوف علامه الزمور وعليه طبعا هذه الشحطه بالاحمر او بالاسود يعني ممنوع التزمير لانه بيكون في عنا اماكن فيها بركه عجزه, اماكن فيها مرضى, اماكن فيها اولاد مدارس. ففعلا عدم استخدام الزمور لانه رح يكون مزعج بهذا المكان تحديدا. ومثل ما بتقول الغنيه رنا يا معالي الوزير خفف لي التزمير. على كل هو بالاصول القياده كاصول الزمور اصلا ما لازم يكون صحيح. موجود انت عندك ضو تضوي وتطفي فيه. صحيح. بس الزمور عشان العراس وهيك ايه بس انه هو الزمور يعني لحالات الطوارئ القصوى عاده يستعمل بس مش مثل ما عندنا بلبنان يعني كل ما شوي علق الواحد بتصير ايه او مثلا اذا قدامك على الاشاره بعد ما ضوت اخضر هو ما قال لا ببلشوا يزمروا له يعني فلا يعني لازم نخفف استعمال الزمور وفي محلات يمنع منع بيتنا استعماله فيه فاكيد لازم نكون منتبهين لهيدي النقطه. هذه بعض الاشارات عم ضوي عليها يوميا رنا لحتى فعلا نكون عم نعرف شو معقول نواجه اشارات. بعتقد المشاهدين اللي بيحضروا صباح لبنان بيقدموا على رسالة الاسواق وبينجحوا دغري. بتعرفي رنا خلال شهر رمضان الكريم كثير هي العادات والتقاليد اللي نحن بنرجع بنعيشها اكثر بنرجع بنتذكرها اكثر اكن بضياعنا بالمدن وين ما كان. وبتعرفي ابرزها هي الخيام الرمضانيه اللي بترجع بتشوف الحياه مع شهر رمضان الكريم. هذه الخيام اللي بتجمع كل الناس على الافطار من وقت الافطار ايضا اوقات بتمتد الجمعه لوقت السحور. وهون الجمال يعني مش بس بنقعد لناكل بنقعد ايضا لنحكي لنتساير لحتى نرجع نخبر اخبار زمان. وبالخيام الرمضانيه بيرجع بيظهر الحكواتي هذه الشخصيه اللي ايضا الى رمزيتها والى رمزيتها كمان على صعيد الادب الشعبي اللبناني والعربي. بتعرفي الحكواتي هو الشخص اللي بيخبرنا اخبار زمان بيخبرنا قصص والقصص اللي حلو فيها انه بنتابعها بكره وبعد بكره. وهون شغله الحكواتي كيف يشوقنا لهيدي حتى لو بتعرف القصه يعني طريقه السرد اللي بتكون عند الحكواتي بتجذبك انك انت تسمع هيدي القصه لنهايتها حتى لو انت بتعرف يعني شو المعالم تمام. الاساسيه الموجوده فيها بيعرفوا اني وقف بيعرفوا اني كمل بيعرفوا اني علي صوته واني واطي صوته. كل هيدي التفاصيل الموجوده بشخصيات الحكواتي للاسف يعني هيدي الشخصيه الحكواتي اذا بدي اقول بمفهوم الاصيل عم شوي عم تنقرض من مجتمعنا اللبناني. في بعض الناس اللي عم بيلعبوا دور الحكواتي ولكن بطلنا نسمع بشخص حكواتي فعلا بيمارس هيدي المهنه وبيعيش من مهنته. ولكن هي تقليد
عيد سنوي نرجع نحيي أكثر برمضان ضمن الخيام الرمضانية. فعلا مشاهدينا رجعوا يعني خاصة للأهل، رجعوا أولادكم لهيدي خلينا نقول لهيدي العادة ولهيدا التقليد، فرجوا أولادكم عليهم إذا في كثير فيديوهات موجودة بالأسواق عن حكواتي لبنان طبعا. ففعلا خلوا أولادكم يتعرفوا على هذه الشخصية اللي كثير بتسلي ومنعيش معها هيك نوع من المتعة أيضا. مثل مسحراتي. أيوه طيب تماما. أكيد جولة أخبار متنوعة بصبحيتنا رح تكون من خلال ضيوفنا اللي حاملين بجعبتهم العديد من المعلومات. طبعا كل ضيف بالموضوع يلي هو جاي يحكي فيه وحسب طبعا الفقرة يلي مستقبلينه فيها. البداية رح تكون رياضية واليوم مع كوتش ناهي باسيل، من بعدها رح ننتقل نحن وياكم لفقرة أجندة لنستقبل فيها دكتور حسين بدران وهو عميد كلية الاقتصاد بالجامعة الإسلامية لنحكي نحن وياه أكثر عن دور الجامعة، عن دور الاختيار الطالب للاختصاص المناسب لإله لسوق العمل أيضا. صح. لأنه مش مهم نخرج طلاب يكونوا عاطلين عن العمل، مهم يكون الطالب عم يقدر يلاقي فرصة يشتغل فيها وخاصة بلبنان. صحيح، بتعرف سوق العمل قديش فعلا عم بيكون ضيق وقديش معظم الطلاب عم بيضطروا يسافروا، فقديش فينا نلاقي فرص عمل، قديش الجامعة بتشتغل إنه تلاقي فرص عمل. كل هذه التفاصيل رح نتابعها معك رنا أنت وضيفتك. أيضا مشاهدينا ضمن فقرة سوشيال إيفنت اليوم رح نحكي عن فورم الشبيبة المارونية العالمية. هذا الفورم اللي بلش من حوالي 3-4 أيام لورا ومستمر أيضا ليوم الأحد أو مساء التنين أيضا. هذا الفورم عم بيجمع كل الشبيبة المارونية من كل العالم، 5 شباب عم بيمثلوا كل أبرشية مارونية موجودة على كل الكرة الأرضية. طبعا الأب لويس الفرخ اليوم رنا لحطنا بهذه الأجواء أكثر، خاصة أنه المؤتمر يعني المؤتمر رسميا رح يفتتح مساء الخميس بحضور غبطة البطريرك مربشارة بطرس الرائع. فكل التفاصيل مشاهدينا تابعوها معنا ضمن فقرة سوشيال إيفنت. أيضا من خلال فقراتنا اليوم رح نستقبل بفقرة فنون موسيقية المؤلف الموسيقى الإلكترونية والمشهدية بلبنان جمال أبو الحسن، وهو مؤسس ورئيس فرع مختبر الكمبيوتر الموسيقي بالكونسيرفاتوار الوطني. رح يحكينا أكثر عن هالفرع وعن تفاصيل مختلفة حول هذا الموضوع بالتحديد. أيضا مشاهدينا منتابع نحن وياكم بفقراتنا لليوم، وصلنا لفقرة صحة وهنا رح تابعوا هذه الفقرة لليوم، نتعرف نحن وياكم على طبق جديد بتحضرنا إياه الشيف نادين. شيف مايا اليوم. شيف مايا اليوم. شيف مايا بصحة وهنا 100%. فقرة صحة وهنا رح ناخد فيها تبس مثل دايما بها الشهر الفضيل. اليوم رح نحكي عن فوائد البندورة يلي عن جد دي سفرتنا غنية بالأطباق يلي فيها بندورة، وكتير أوقات نجهل الفوائد يلي هي موجودة فيها. طبعا رح نكفي من بعد أخصائي التغذية مايا نحول وفقرة عصفور رح نكفي وانتقل لفقرة ألف خبرية وخبرية مع زميلنا شادي، واليوم ضيفته مايا نعمة. أكيد شادي بعد شوي رح يرجع يقلنا شو المثل لليوم ورح نكون بانتظار اتصالاتكم. يعني هذا هو الشهر الفضيل وهذه أخبار الشهر الفضيل، خبريات وخبريات، ألف خبرية وخبرية، ألف حكاية وحكاية، والأهم أنه تكون الحكاية الأساسية بحياتنا هي حكاية المحبة الألفة والمودة. والبداية معناها بسيل والتفاصيل. صباح الخير مشاهدينا لكم وين ما كنتوا عم تترافقوا معنا بهالصبحية. أكيد سام مبارك لكل الصائمين على أمل أنه ينعكس شهر خير علينا جميعا. صباح لبنان بهالصبحية بتابع أكيد مثل ما صرتوا تعرفوا ألف خبرية وخبرية بختام صباح لبنان. بلشوا بعتوا أسماساتكم يلي بتضمن حرف S على 10-13. أكيد كل ما بعتوا أسماسات أكتر كل ما ضعفتوا إمكانية دخولكم بسحب الكمبيوتر لحتى يختار اسمكم وفريق الأعداد يتصل فيكم بألف خبرية وخبرية. بعد شوية رح نكتشف سوا شو هو المثل اللبناني يلي من خلاله رح تخبروني خبرية مباشرة على الهواء. أكيد أنا وضيفتي لليوم الفنانة مايا نعمة يلي رح تنضم لإلي نحكي عن جديدة عن أعمالها، وكمان تكون معنا حتى تاخد اتصالاتكم وتتواصلوا معنا مباشرة على الهواء. جوائز قيمة بانتظاركم مشكورة جولري هيمو على تقدمتها قطعة الماز بختام كل حلقة حتى نسحب اسم واحد وتكونوا انتو الرابحين قطعة الماز من مجوهرات هيمو. فألف خبرية وخبرية بختام صباح لبنان، ناطر اسمساتكم على 10-13، ابعتوا حرف S، ما تبعتوا اي حرف تاني لحتى نقدر نتواصل صح. فاذا حرف S على 10-13. اما بصباح لبنان مثل العادة دايما بيكون في فقرات بنطلع فيها خارج الاستوديو. هالمرة رح نتوجه على جامعة الروح القدس الكاثوليك. اكيد بعد شوي زميل جو رح يستضيف الاب لويس الفرخ، ولكن قبل رح نخرج لعندهم على
الجامعة لحتى نكتشف ونشوف شو كان في نشاط دراسي جديد بحق التربية اللي استضافته الجامعة، هو مؤتمر جي تشيرا الدولي. شو ظروف هالمؤتمر؟ شو أهميته؟ أكيد رح نتعرف سوا لأنه كاميرا صباح لبنان كانت موجودة ورجعت لنا بهذا التقرير، منتابعه سوا. إنجاز جديد للتربية والتعليم العالي بلبنان تمثل باستضافة جامعة الروح القدس الكاثوليك لمؤتمر جي شيرا الدولي واللي بيجمع 600 جامعة من العالم، ولأول مرة بيكون بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. شو هو جي شيرا وليش هيدا النشاط؟ جي شيرا هي تجمع لجامعات العالم يلي بتشتغل بالزراعة وبعلوم الحياة، يعني البريزيدنتس الرؤساء تبع هالجامعات بيتجمعوا وبيصيروا يحكوا كل سنتين مرة عن المشاكل عم بيواجهوها تلاميذهم بس عم يتخرجوا، السوق شو عم يطلب، وإذا نحن عم نخرج تلاميذ مهندسين زراعية وبعلوم الحياة عم بيكونوا هن حاضرين ليواجهوا كل الصعوبات اللي عم بيواجهوها وقت اللي عم ببلشوا شغلهم. هيدا أول مرة بتصير بالمنطقة عنا، بالمنطقة المينا، وإلى 4 سنين منا صايرة. يعني نحن كتير الستريس كبير علينا والتوقعات كتير كبيرة، بس نحن كتير مبسوطين أنه قدرت تجي بعد 4 سنين تتصير عنا، ونحن كتير فخورين أنه عم نستقبلها وإن شاء الله بتطلع على حسن توقع كل العالم. ليش بتقوم جامعة الروح القدس بهيدا المؤتمر؟ الهدف الأساسي لهذا المؤتمر هو نشر التوعية عند الشباب الجامعيين، لأنه أهداف هذا المؤتمر هي تغيير البرامج بطريقة أن تواكب هالتحديات اللي عم نعيشها حاليا، والأهم واللي نحن هلأ عم نعيشه بلبنان يلي هي سلامة الغذاء. من ضمن هالمؤتمر بهاليومين رح نقدر نشوف كيف نحن كأكاديميين جامعيين رؤساء جامعات عمدة كليات زراعة معنيين بهيدا الموضوع نقدر نحاول نشوف كيف فينا نوعي هالشباب، نخليهم يكون عندهم حس المسؤولية، حس الانتماء للأرض، المحافظة على الأرض. مثل هذه المؤتمرات قد تنفع وقد تستفيد منه جامعة كجامعات اللبنانية، فأتمنى أنه جامعاتنا ترتبط أكثر بالجامعات المتقدمة ومش لعكس لجلب التكنولوجيا، وإنما الاستفادة المشتركة بين الجامعات الأوروبية في المقام الأول والجامعات مثلا في لبنان في المقام الثاني والجامعات في بقية العالم كالسودان مثلا. هذا دليل على أنه في خطوات ثابتة عم تتنفذ على الأرض تجاه حماية البيئة اللي هي بالنهاية قضية بتهمنا كلنا، وكل واحد منا لازم يأخذ مبادرة حتى نتوجه نحو حماية بيئتنا. شو بيميز هالمؤتمر عن غيره من المؤتمرات؟ كل المؤتمرات العلمية اللي عم بتصير بيجي باحث وبيحكي عن الأبحاث اللي عم يعملها وشو اكتشف وشو عم بيصير معه وشو حابب يكتشف. نحن الفرق انه جي شيرا هي شيء اكتر براتيك، يعني نحن عم نجتمع عم نحكي كرمال تلاميذنا وكرمال نحسن نحن شو عم نعلمهم، يعني الأوبجكتيف تبعنا نحن عم نركز على التلميذ لحتى نعرف هالتلميذ اذا هو عم يطلع معه كل شيء هو بحاجة له، ونحن شو فينا كنا بعد نعطيه وما قدرنا نعطيه، بس حتى نحسن المناهج ونخرج تلاميذ يكونوا أكثر شاطرين ويقدروا يساعدونا، لأنه عم بيصير عنا مشاكل بيئية ومشاكل كتير كبيرة مجاعة بالعالم. وليش حضور سفير الأمم المتحدة للتغيير المناخي السوبرستار راغب علامة بالمؤتمر؟ ليش راغب علامة بهيدا المطرح بالذات؟ لأني إنسان، لأني إنسان، أنا أؤمن بما قدم الرب لقلنا من نعم أنه مش لازم هيدا نخربها. أنا إنسان، أنا أدافع عن البيئة، أنا أدافع عن مستقبل الجيل الجديد كما أدافع عني، أدافع عن أولادي، أدافع عن أولادك. يجب على المجتمع الجديد أن يوعى لهالموضوع، لأنه إذا بنضلنا ماشيين هيك واصلين يعني بس لأكل السموم فقط، يعني اليوم عم نأكل كتير من السموم واصلين ليوم لا نأكل إلا السموم، طبعا يمكن مش بيجينا بيجيل أولادنا، وهذا لازم نحن نبديلهم خطة يمشوا عليها ويدافعوا عن حالهم. وختاما دعوة، يلي بيتحدى وبيسابر للآخر بيقدر يوصل بالنهاية. من بعد ما اترفقنا مع هيدا ريبورت دايما نعطكم مشاهدينا أنه نظهر لخارج الاستوديو ونسلط الضوء على أبرز
ما يلي عم يحصل على ساحة اللبنانية بكافة المجالات، فأكيد تابعوا كل يوم صباح لبنان. أما هلأ من الفقرات المخصصة لشهر رمضان الكريم، فانوس رمضان، سوا منكتشف شو مخبيلنا لهنهار. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. صباح لبنان، مكمل معكم مشاهدينا، والفقرة التالية هي فقرة أجندة. بهالفقرة رح نستضيف الأستاذ الدكتور حسين موسى بدران، عميد كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال بالجامعة الإسلامية بلبنان. صباح الخير دكتور. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. أهلا معنا بالبرنامج. اليوم لقائنا لنضوي أكثر عن دور الجامعة ببناء المجتمع والوطن من خلال طبعا الطالب والمواطن الصالح اللي موجود داخل حرمها، ولنحكي شوي أيضا عن موضوع أزمة حملة الإجازات بلبنان وسوء العمل بشكل عام. طبعا هذا موضوع ايضا بتنظر له الجامعة. بالاضافة للتأمين العلم والمعرفة للطالب، شو الدور يلي بتلعبه الجامعة ايضا؟ بداية بتوجه بالشكر لحضرتك للاستضافة. اهلا وسهلا. وبتوجه بالشكر لإدارة تلفزيون لبنان اللي عم تضوي على مواضيع جدا مهمة، وهذا الدور هو الدور الحقيقي للإعلام، لأنه الإعلام مش دوره محصور بنقل خبر. نعم. بالعكس دوره ما إله حدود، دوره يشمل كل القطاعات، كل الركائز اللي يبنى عليها الوطن. في البداية يستحضرني قول للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، بيقول العلم دين يدان به. تخيلي، حط وضع الإمام علي العلم بمستوى الدين. نعم. نظرا للأهمية المطلقة للعلم. إذن من هون منطلق من هالأهمية للعلم اللي حطه الإمام علي بمستوى الدين. لنعطي تعريف مقتضب للجامعة. ما هي الجامعة؟ الجامعة هي المكان للاندماج الوطني والتكامل بين الطوائف والمذاهب، ومصدر للمعرفة وللوعي بالوطن والمواطن والدولة والمجتمع. هيدا شق مهم جدا من تعريف الجامعة. نعم. الاندماج الوطني، التكامل بين الطوائف، اللي هي الطوائف نعمة والطائفية نقمة كما قال سماحة الإمام السيد موسى الصدر، ومصدر للوعي، الوعي بالوطن، وكم نحن بحاجة إلى وعي بالوطن وبالمواطن وبالدولة وبالمجتمع. الشق الثاني، الجامعة هي مصدر للعلم. نعم. عليها تأمين العلم دون تمييز بين مواطن وآخر لجميع المواطنين، والانفتاح على الحضارات الإنسانية كافي. من هالتعريف هيدا للجامعة بنستنتج مدى أهميتها. هي مصنع لبناء الوطن. الوطن شو هو؟ مؤلف من ركائز. لنبلش بركيزة القضاء. القضاء مين مصنع القضاة؟ الجامعة، العلم. الهندسة مين مصنع المهندسين؟ الجامعة والعلم. الأطباء إلى آخره إلى آخره. إذن بناء الوطن لا يتم إلا بمصنع وهو الجامعة. لذلك اليابان والألمان في الحرب العالمية الأخيرة تحطموا كليا، كان اعتمادهم على العلم، اعتمدوا على العلم ووصلوا ليسبقوا أكبر دول في العالم. ولما منقارن دولتين منقول هالدولة أفضل من هالدولة بالعلم، بالجامعات، بالمستوى الثقافي، بعدد الأبحاث العلمية اللي تصدرها مراكز الأبحاث. نعم. إذن الجامعة أساس وهي المنطلق لبناء الأوطان. نعم. الجامعة الإسلامية بلبنان بتضم 9
كليات طبعا باختصاصات مختلفة. هيدا الشيء بخليكم قدام مسؤوليات أكتر أكبر باختيار الأنسب بالنسبة للطالب. بالنسبة للجامعة الإسلامية في لبنان، أولا هو صرح علمي لا يبتغي الربح، يشرف عليه المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى. نعم. وهو صاحب رسالة لتعميم العلم والمعرفة والوعي والانفتاح. بالجامعة الإسلامية عندنا 9 كليات، تبدأ بكلية الهندسة. نعم. وكلية إدارة الأعمال والعلوم التمريضية وكلية السياحة وكلية العلوم والفنون وكلية الآداب وكلية الدراسات الإسلامية و نسينا حاصل الله هندسة. احكيني عن هندسة. نعم. إذن في عندنا 9 كليات. بالنسبة للاختصاصات، كان عندها هدف الجامعة الإسلامية منذ نشأتها إنه تتكامل مع الجامعات الأخرى في لبنان. نعم. يعني الجامعة الأولى في لبنان اللي بلشت بتقنيات الهندسة الطبية بكلية الهندسة، تقنيات الأدوات الطبية بكلية الهندسة ما كان موجود فيها بكل لبنان. لا، لأنه هدفنا سوق العمل. هدف الجامعة سوق العمل، هو بيفرض على الجامعة شو الاختصاصات بدها تعملها: هندسة الصناعات الغذائية، هندسة المدنية، هندسة الكمبيوتر. بالنسبة لإدارة الأعمال، أنا كنت سنة 98 عضو مجلس إدارة مستشفى النبطية الحكومي، كنت نائب رئيس مجلس الإدارة. كانت الدولة مبلشة شكلت مجلس إدارة لإنشاء مستشفى حكومي، حطينا إعلانات بالصحف لنلاقي شخص عامل إدارة مستشفيات، ما لقينا، اضطرينا نوظف أي واحد تاني عامل أي إجازة. نعم. الجامعة الإسلامية في كلية إدارة الأعمال أول جامعة عملت إدارة مستشفيات لسد ثغرة في سوق العمل بلبنان. إدارة مستشفيات يعني بتشوفوا الحاجة على الأرض وتنطلقوا منها ب سوق العمل، هو بيفرض علي المواد اللي بدي درسها. نعم. عملت إدارة مستشفيات، عمله لأنه أنا صار لي 2.5 سنين عميد، بس انعمل إدارة نظم معلومات، نعمل إدارة تربوية، كله كان سوق العمل هو عم يفرض هالاختصاصات. نعم. إدارة مالية، تسويق، تدقيق، محاسبة، كل هيدي الاختصاصات انعملت في الجامعة الإسلامية في لبنان لأنه بتسد ثغرة في سوق العمل. حاليا من 2 سنين أنا تقدمت بمشروع لوزارة التربية والتعليم العالي لي إنشاء ماجستير في إدارة مؤسسات النفط والغاز. لا، لأنه أنا شايف والاختصاصيين خبروني أنه عندما لبنان يدخل عالم النفط والغاز سنكون بحاجة إلى أكثر من 10,000 فرصة عمل. ففي يقول هل على الهوى، الجامعة الإسلامية في لبنان أول جامعة تقدمت لوزارة التعليم العالي لإنشاء ماجستير إدارة مؤسسات النفط والغاز، هي وجامعة تانية. نعم. مع بعضنا قدمنا من 2 سنين، هلأ تعرقل لأنه مجلس التعليم العالي صار عنده شوية انشغالات، بس قريبا لح يكون بالجامعة الإسلامية ماجستير في إدارة مؤسسات النفط والغاز نظرا لحاجة السوق. نعم. برجع بقول السوق هو اللي بيفرض علي الاختصاصات، ونحن في الجامعة الإسلامية باستمرار تطوير تواصيف المواد، تطوير المواد، تغيير المواد بما يتلائم مع سوق العمل. نعم، طبعا سوق العمل بيفرض الاختصاصات، ولكن كجامعة ما فيكم تفرضوا الاختصاص على الطالب. أبدا. هون كيف بتصير العملية إقناع الطالب؟ صحيح. حسب القدرات اللي هو عنده إياها وميوله أيضا. يعني بنعرف مثلا في طلاب شاطرين بالعلوم، في طلاب شاطرين بالإنسانيات، يعني كيف بتصير التوجيه بهيدي المرحلة؟ الجامعة الإسلامية عنا مندوبين بيروحوا على الثانويات بيحكوا مع صفوف ترمينال. نعم. وبيشرحوا لهم شو الاختصاصات الموجودة في الجامعة الإسلامية، ولما الطالب يجي بتسجل عنا مكتب للتوجيه بنشرح له بعمق كل الاختصاصات، ومنلفت له نظره شو هي السوق العمل بشو حاجة، أي اختصاص حاجة. مثلا هلأ الانفورماتيك دي جيستيون سوق العمل بحاجة أكثر من أي اختصاص تاني. نعم.
انا بوجهه، انا بقول له انه في عندي 9 اختصاصات نقي اللي بدك اياه، بس انا واجباتي انه سوق العمل بشو حاجه. هو اذا عنده القدره يفوت فيه للمجال بفوت فيه، ما عنده القدره يفوت فيه بفوت بغيره، ما لنا مشكله. نعم. يعني كل الاختصاصات الموجوده إلها شغل بسوق طبعاً. العمل، ولكن في اختصاص اكثر من اختصاص، في حاجه تكون على الارض، في حاجه التوجيه بقلب الجامعه في بدايه العام الدراسي، وحتى بكل فصل نرجع نعمل اجتماع للطلاب ونرجع منوجه من جديد، حتى يمكن الطالب يكون مبلش بإدارة أو بمحاسبة أو بده يرجع يغير، فنحن نفتح له ذهنه على هالمجالات هذه. نعم، يعني طبعا عملية ما بتكون أبدا سهلة، خاصة هلأ إذا الطلاب اللي مقدمين شهادة ترمينال وطبعا ناطرين نتائجهم، هيدا المرحلة كتير صعبة على الطالب أنه يختار الاختصاص اللي بده يكفي فيه، لأنه يا ما في طلاب ببلشوا أول سنة وتاني سنة برجعوا بغيروا اختصاص وبيحسوا حالهم هنا مش مرتاحين فيه. نحن المنهج عنا مرن جدا، الطالب يمكن بعد سنة سنة ونص سنتين بيقدر يغير اختصاصه مبدئيا بالفصل الثالث. الفصل الاول والثاني والثالث هني 6 فصول. نعم. 3 فصول مشتركين. نعم. في بالرابع يبلش ياخذ اختصاص، في عمل الرابع يرجع يغير، يعني ما لنا مشكله، في مرونه بالمنهاج اللي عامله، بس هو الافضل انه ما يغير حتى ما يخسر وقت. بيحصل. يعني بيحصل، لا نحن عاملين انه ما بيخسر كثير لانه في 3 سنوات مشتركين هؤلاء. نعم. اذا بالرابع حب يغير ما له يخسر كتير. نعم. وما فيش خسارة، يعني إذا أخذ مقررين غير اختصاصه هول الحقيقة بيزيدوا من معرفته. نعم، طبعا سوق العمل يعني مش بس عم نحكي عن سوق العمل المحلي، عم نحكي كمان عن سوق العمل الخارجي أيضا. وبنعرف أنه في كتير شباب بيكون توجهون أنه يسافروا لبرا. صحيح. اليوم الجامعة كيف تشتغل مع هذا الموضوع؟ أولا نحن معظم خريجينا عم يشتغلوا بالخارج. لقلك لا، عنا بلبنان عدد طلاب الجامعات 191,000 طالب في لبنان، عدد طلاب الجامعات بيتخرج منهم سنويا 35,000 طالب جامعي ومن معاهد. نعم. في 5,000 فرصة عمل بس بلبنان، الباقي سيتحول إما للهجرة. نعم. إما للبطالة. هنالك مشكلة بسوق العمل في لبنان، سوق عمل عم تضخ فيه المعاهد والجامعات 35,000 طالب، 5,000 بيستوعبهم، لو بتعرفي وضعنا يعني للأسف ما عاش في عنا مؤسسات. نعم. تستوعب البقايا 30,000 طالب اللي بيصحله هجرة ويشتغل خارج لبنان عم يروح، والباقي بطالة. لذلك أنا بناشد الدولة اللبنانية، بناشد القطاع الخاص في كل دول العالم، القطاع الخاص يساهم في البحوث العلمية مع الجامعات، يدعم الجامعات خلق فرص عمل. بالنسبة للبحوث هذه ما حكينا فيها، معلش خليني مرقها. الجامعة ليست فقط تعليم، نحن في الجامعة الإسلامية عندنا مركز دراسات وأبحاث، والسنة هاي تم دعم حوالي 5 أبحاث حكمت بمراكز علمية عالمية ونالت تقدير ممتاز، وهي تعالج مواضيع بيئية، مواضيع نفطية، مواضيع هندسية. نعم. فنحن عم نركز كتير على مركز الأبحاث اللي عنا في الجامعة الإسلامية، وحاجة أيضا حاجة ضرورة. لأنه نعم. مركز الأبحاث، وهون بطلب من المؤسسات الخاصة إنها تدعم الأبحاث في كل الجامعات. نعم. وندعيها لتدعم الأبحاث عنا في الجامعة الإسلامية، لأنه الأبحاث تساهم في تطوير طبعاً. الاختراعات، في تطوير الانتاج، في تحسين الاداء. يعني عالم المصارف، عالم المصانع بحاجة لطلاب الجامعات، طلاب الماستر، حتى يساهموا بالدراسات تحللهم مشاكل بيعانوها. لذلك التعاون بين مراكز الابحاث والقطاع الخاص التجاري والصناعي ضروري جدا، وبينهض وبيخلق فرص عمل وبيساهم بتطوير الأبحاث. والدول كمان برجع بقول نعم. تقاس بعدد أبحاثها. نعم. تقاس بمستوى الأبحاث اللي هي فيها. طبعا. للأسف نحن بعدنا وضعنا تعبين، بس نحن في الجامعة الإسلامية بس فيه عم بيصير فيه مولنا مركز الأبحاث. نعم. وفي تركيز مهم على هذا المركز الأبحاث والدراسات، وبالدراسات هيدي بدي أقول لك
نحن بالتعاون مع أساتذة من الجامعة الإسلامية، أساتذة من الجامعة اللبنانية وبالأخص كلية العلوم، وأساتذة من فرنسا من جامعة فرانش كونتي. هذا التعاون بالأبحاث مستمر وماشي، وعندنا أبحاث مهمة جدا وواعدة. نعم، يعني مثل ما حضرتك قلت يمكن العدد بعده قليل بلبنان، ولكن عم بيصير في بداية مبادرات بهيدا في مبادرات الموضوع. صحيح، في مبادرات. نعم، ونحن بنتمنى القطاع الخاص يدخل، أكيد قطاع الصناعي يدخل، لأن الاستفادة رح تكون للطرفين يعني بالنتيجة، بس يكون في دراسة وبحث موجود بين إيدينا الجهة يلي صار أو حسب الموضوع طبعا يلي عم يتناوله البحث. صحيح، ولكن الجهة بتكون هي أيضا مستفيدة من هيدا من هالبحوث يلي هي موجودة. مزبوط، على أمل أنه الموضوع يتوسع أكثر. لا شك، نتمنى هالشي، وعلى أمل طبعا أنه كل طالب يتخرج وينزل على سوق العمل لاقي فرصة عمل مناسبة لإله، لحتى ما يكون في عنا عدد كتير كبير من العاطلين عن العمل، ويكون عن جد الجامعات عم تخرج طلاب قادرين يشتغلوا ليكفوا حياتهم بصورة آمنة. حياة مثل ما تفضلتي، الجامعة هي مهمتها تخلق فرص العمل، لا عفوا، تعمل مواصفات للمقررات لإيجاد فرص العمل. نعم، يعني نحن بالجامعة الإسلامية عملنا مركز مستقل للغات الأجنبية نظرا لأهمية اللغات الأجنبية في سوق العمل. نعم، أوينا كتير مركز المعلوماتية من مختبر ومن مواد، لأنه الكمبيوتر واللغات الأجنبية هي مهمة. بحب ضيف شغلة، أنه بالجامعة الإسلامية بالإضافة لأنه أقساطها لا تبغي الربح، نحن بنعطي منح يعني للمتفوقين ومنح لأصحاب الدخل المحدود. نعم، المنح مفتوحة لكل المتفوقين. نعم، حتى مهما كان وضعه المادي، متفوق له منح ومنح للدخل المحدود بالإضافة للأقساط. نعم، هيك بيقدر كل طالب يستفيد. لا شك، من هيدا وهيدي مهمتنا وهيدي رسالتنا. نعم، استاذ الدكتور موسى، عفوا، حسين موسى بدران، انا بشكرك كثير على حضورك معنا. حضرتك عميد كليه الاقتصاد واداره الاعمال بالجامعه الاسلاميه بلبنان، شكرا على التوضيح يلي اعطيتنا اياه طبعا، وكل التفاصيل يلي هيك حبينا نتشاركها مع المشاهدين، خاصه طلاب هلا يلي على مفترق طريق بين المدرسة والجامعة، عندهم خيار بيحدد مصير حياتهم لقدام لعشرات السنوات، فعرفوا اختاروا الاختصاص يلي بيناسبكم، يلي انتوا بكونوا مرتاحين فيه، بس يروحوا على الشغل يحسوا حالهم مبسوطين بشغلهم مش هن ملزمين فيه. بدي اشكرك على وجودك واتمنى لك كل التوفيق بكل النشاطات يلي عم تحضروا لها بالجامعة. اهلا وسهلا فيك. شكرا لك وشكرا لتلفزيون لبنان. اهلا وسهلا. مشاهدينا، بريك قصير بيفصلنا عن فقرة سوشيال ايفنت مع الأبل بيسأل فرخ طبعا، وتفاصيل مختلفة رح تاخدوها من زميلي جو، ولكن بعد الفصل الإعلاني. نرجع لحتى نتابع صباح لبنان. رح بكل الأشخاص اللي هلا انضموا لصبحيتنا، أكيد ما تنسوا تتواصلوا مع صباح لبنان على تويتر @صباح لبنان، وصباح لبنان على فيسبوك كمان. بختام الحلقة ألف خبرية وخبرية مثل ما سبق وذكرت مع الفنانة مايا نعمي، بعد ناطر الأسماسات على 10-13، بتبعتوا أسماس بيحمل الحرف S على 10-13. أكيد كل ما بعتوا أسماسات أكثر، كل ما كانت فرصكم بما يختاركم الكمبيوتر أكبر، وفريق الأعداد يتصل فيكم لحتى تحضروا أخباركم متى لبنان جديد لليوم، أكيد نكتشفوا بعد شوي. كمان ما تنسوا كل الأشخاص اللي ربحوا معنا بالحلقات السابقة قطعة ألماز من مجوهرات هيمو، وسبق وتوجهوا كمان لعنا، والأشخاص اللي بعد ما وصلوا وحابين يطلعوا معي على الهواء فيهم يجوا بين 11 لثلث ولا 11:30 حتى يستلموا جايزتهم مباشرة على الهواء، وأكيد الإمكانية بتكون حتى استلام الجوائز بين 10 الصبح والوحدة بعد الظهر من الاثنين للجمعة بمبنى تلفزيون لبنان بثلاث الخيارات من مكتب صباح لبنان. أكيد ناطر الأسماسات، ما تنسوا 10-13. رح أرجع لعن زميلي جولة حتى نتابع باقي فقرات صباح لبنان. عودي لكم مشاهدينا، وطبعا شادي نحن وكل المشاهدين ناطرين فقرة ألف خبرية وخبرية لحتى نشوف شو هي خبرية اليوم، كيف المشاهدين والمشاهدات رح يتفاعلوا مع مثل اليوم. أما هلا مشاهدينا، نحن وياكم على موعد ثابت مع فقرة عودتوا عليها السوشيال إيفنت بعد لحظات.
بسوشيال ايفنت اليوم مشاهدينا رح نضوي اكثر على الفورم العالمي للشبيبة المارونية 2015 بينعقد لاول مرة بلبنان. لنعرف اكثر تفاصيل عن هذا المؤتمر رح ينضم لنا الاب لويس الفرخ وهو منسق مكتب الانتشار بالدائرة البطريركية المارونية. ابونا صباح الخير. صباح الخير. كيفك؟ اهلا وسهلا فيك. يعني فورم الشبيبة الماروني اللي هو خلينا نقول جزء من تطبيقات توصيات طبعا المجمع البطريركي الماروني اللي انعقد مؤخرا. خبرنا عن هذا الفورم، ليش نحن اليوم عم نعقد فورم للشبيبة المارونية العالمية بلبنان؟ بمبادرة من مكتب الشبيبة بالدائرة البطريركية المارونية. نعم. وبالتعاون والتنسيق مع مكتب الانتشار اللي انا مسؤول عنه. انت مسؤول عنه. اما بتنظيم هاللقاء بتسمي فورم، بتسمي لقاء، بتسمي منتدى العالمي للشبيبة المارونية الاول في لبنان. هذا تطبيقا لتوصيات المجمع البطريركي الماروني اللي انعقد سنة 2006، واوصى الكنيسة انه تهتم اهتمام خاص بالشبيبة. نعم. لان هي ربيع الكنيسة وهي الامل. صحيح. والمستقبل. فده اللي بيقولوا مطران بولس مطر الشبيبة ربيع الكنيسة. دائما بيرددها. صحيح. هذا بيرددها بالمؤتمر الصحفي اللي عقده لافتتاح مؤتمر الشبيبة العالمي بلبنان. مزبوط. هالشبيبة اللي هي حتى دعوتها الى لبنان، خاصة الى لبنان، حتى تتجذر بوطن الاصل، وطن الاباء والاجداد، والوطن الروحي للموارين المتواجدين في كل العالم. نعم. وتاني شيء نتيجة لزيارات غبطة البطريرك الماروني الكاردينال مارشال أبو تسراعي إلى كافة أبرشيات الانتشار، والتقى بالشبيبة وكان عندهم مطلب خاص أنه بدي يروحوا يزوروا لبنان يتعرفوا على وطن الأباء والأجداد. نعم. وكمان لتفعيل مكاتب الدائرة البطريركية اللي أنشأ غبطة البطريرك لتفعيل الكنيسة وتجديدها لمعايشة العصر، حتى هالمكاتب تفعل ذاتها وتشتغل وتعمل نشاطات. إجا هالنشاط هذا بمبادرة من مكتب الشبيبة في الدائرة البطريركية. نعم. أبو نظر بيحكي عن الشبيبة بالكنيسة، دور الشبيبة بالكنيسة وتوجه الكنيسة للاهتمام بالشبيبة، هذا الشيء يعني خلينا نقول مش كتير قديم، هو يعني شوي حديث بتاريخ الكنيسة الكاثوليكية بشكل عام، مع وجود يعني البابا القديس يوحنا بولس الثاني على بسدة روما. يعني طبعا البابا اللي محبوب من كل الناس، بابا القديس أطلق هذا العمل، أطلق الاهتمام بالشبيبة من خلال الأيام العالمية للشبيبة اللي صار في منها أيضا أيام وطنية للشبيبة وإلى آخره، ولكن كانت الانطلاقة مش من كتير زمان، يمكن من عقد أو عقد ونص بلش اهتمام الكنيسة بشكل عام بالشبيبة. اليوم الكنيسة المارونية بدورة عم تلفت لهذه النقطة بعد توصيات المجمع البطريركي بال2006 أنه دور الشبيبة بالكنيسة والاهتمام فيه. أولا يعني بحب أسألك قداش اليوم متاح، يعني قداش اليوم متاح أمام الشبيبة يكون إلى دور بالكنيسة، تلعب دور أساسي بالكنيسة، لحتى فعلا مثل ما بقول المطران بولس بطر نحن بكرة مش باقيين، الشبيبة هن اللي باقيين بالكنيسة. مزبوط. الكنيسة بتعطي اهتمام كبير للشبيبة، وبتعرف بكل كنيسة بكل رعية في لجنة خاصة بالشبيبة إن كان في لبنان أو إن كان في عالم الانتشار. نعم. وبحب أقول أنه بعالم الانتشار عنا نحن الكنيسة رافقت المغتربين اللبنانيين منذ بداية الهجرة، وبنت هي وياهم الكنائس والمؤسسات والمدارس، وأسسوا الجمعيات، وأسسوا بكل كنيسة جمعية خاصة للشبيبة. نعم. وبكل أبرشية في لجان تجمع كل لجان الكنائس الموجودة ضمن هالأبرشية. نعم. وهو بيقوموا بنشاطات أسبوعية خاصة بالويكاند، بيجتمعوا بيجمعوا الشبيبة، وبعدين بيعملوا نشاط سنوي لكل أبرشية. نعم. مثل ما بدي اقول لك انه نحن عندنا بالعالم 15 أبرشية خارج لبنان. نعم. وعندنا بداخل لبنان 13 أبرشية. صحيح. وكل أبرشية بهالمنتدى بعتت نقوا خمس شباب. نعم. خمس شباب. شباب وصبايا. ممثلين كل. نعم. الشبيبة بهالأبرشية. وهالشبيبة هذه كل معظمها 90% هن طلاب جامعات. بيعرف عدة لغات وهالشبيبة هذه جاي على لبنان عندها عدة تطلعات، عندها عدة هموم، وعندها أمور كتيرة
حاب يتحققها بهالزيارة. نعم، لو مثلا نحكي عن روحانية الكنيسة المارونية، إذا بدنا نحكي عن هيك صلب وجوهر الكنيسة المارونية، بعتقد هذا الجوهر هو واحد بكل أبرشيات مهما بعدت عن، إذا بدي أقول عن البلد الروحاني للمارونية اللي هو لبنان. يعني اليوم من الأراضي المقدسة في شباب من الأرجنتين، من البرازيل، من أستراليا، من كل الأبرشيات، شو اللي بيجمعهم؟ يعني اليوم إذا بدنا نحكي عن شيء مشترك بين كل هذه الأبرشيات المارونية، شو اللي بيجمعها؟ إذا اللغة غير موحدة، التطلعات، العادات، التقاليد أيضا غير موحدة، شو اللي بيجمع هول الشباب أبونا؟ هني أهم شيء بيجمعهم هو التجذر، إنه يتجذروا، يتعرفوا على هويتهم، على تقاليد الآباء والأجداد. هذه مهمة كتير. هذا أول هدف من أهداف هالمؤتمر هو التجذر، وبعدين تعزيز الانتماء والتواصل إلى الوطن، إلى الكنيسة الأم، وإلى التقاليد والعادات. هذه مهمة كتير. ليش مهمة؟ لأنه هن موجودين في العالم، موجودين بمجتمعات مختلفة، مجتمعات تسمح لكل فئة أن تحافظ على تراثها وعلى هويتها. كتير شبيبي ما بتعرف لبنان، حتى أهلهم ما بيعرفوا لبنان، دائما بتسألوا أنه أنا ليش لبناني وشو معنات أنا لبناني. من هيك عندهم شوق إنه يتجذروا، يتعرفوا على هويتهم. كل الشباب الموجودين هني من أصول لبنانية، من جذور لبنانية، ولا لا هني موارنة غير لبنانيين أيضا؟ في الأكثريتهم هني من أصول لبنانية. نعم. والبقية الجايين من فلسطين، جايين من مصر، جايين من سوريا، هاودي، وجايين من قبرص، هاودي. بجمع لبنان هو الوطن الروحي. نعم. لإله. نعم أبونا، وصلوا الشبيبة، مجموعة من الشبيبة وصلت، مجموعة تانية تأخرت، ولكن الأشياء عم تمشي. خلنا نقول إنه هني بهذا الأثناء موجودين ببيت الدين، بزيارة لمنطقة الشوف، رح يمروا على بيت الدين ومناطق تانية ضمن زياراتهم، زيارات الحج اللي عم بقوموا فيها بعد ما كانوا يوم الأحد باستضافة أبرشية طرابلس المارونية وأبرشية صغارطة أيضا، النيابة البطريركية بصغارطة اللي جالوا على هالمنطقتين، فيهم أيضا عبق ماروني بامتياز. اليوم أبونا لما نجمع هذه الشبيبة من مختلف دول العالم، قديش بنكون عم نساعد على عملية التواصل بين الشعوب؟ قديش بنكون عم نساعد أيضا على عملية الانفتاح والتعارف بين مختلف هذه الثقافات؟ أنا بدي أرجع أذكر لك من أهداف هالمنتدى العالمي هو مش التجذر بس، هو خلق شبكة تواصل وجسور بين الشبيبة الجاي من مختلف الدول وبين شبيبة لبنان كمان مع بعضها البعض. هذه مناسبة إنه يلتقيوا، وبعدين حتى يتبادلوا الخبرات. لكل فريق عنده جاي من بلد عنده خبراته الخاصة المتعلقة فيه. نعم. وبعدين حتى نهيئ للاجتماع الكبير العالمي لسنة 2017 للشبيبة المارونية من كل العالم. هذا اللي حيكون الحدث الأبرز اللي نحن اليوم عم نحضر له من خلال مجموعة من المؤتمرات والاجتماعات واللقاءات لنوصل لهذا الحدث. بدي استعرض أنا وياك شوي البرنامج أبونا، شو عم بيصير؟ حكينا عن السبت والأحد، عن وصولهم. طبعا يوم الاثنين اللي نحن اليوم هن بحج ولقاء لمنطقة الشوف. الخميس رح يكون افتتاح المؤتمر، الخميس ولا الجمعة؟ الخميس رح يطلعوا على استضافة أبرشية البقاع. وبعدين الخميس راح يروحوا على أبرشية البترون، مستضيفين أبرشية البترون، ويزوروا مار شاربل، ويزوروا رفقة والحرديني. ويتغدوا كمان بكفيفان. وبعدين بيرجعوا من عشية، بيرجعوا. نقطة اللقاء هي دائما موجودة بتعنيا. لا، اللقاء هو اللي بيجمعهم هو استاديو تبع فؤاد الشاب بجوني. ملعب فؤاد الشاب بجوني. بعدين راح يروحوا على الشوف ويزوروا الشوف واستضافة أبرشية صيدا وصور. وبعدين عندهم استضافة أبرشية جبال المارونية. وكل ليلة بيجتمعوا من عشية بهذا الملعب فؤاد الشاب، وبيطلعوا بيروحوا مع العائلات. هذا الحلو. انه ضمن هالايام هذه في عائلات من ابرشيات بيروت. نعم. ابرشيات الساحل. نعم. الساحل جوني وصربة والبترون استضافوا هالشباب
كل شاب وصبي بيروحوا مع عائلة بتعرفوا على العائلة بالصبح بيجوا بجيبون حتى ينطلقوا مع بعضهم بعض. وهيك بتعرفوا على العادات اللبنانية كيف بتعيش العائلة اللبنانية فعلا مزبوط. وهذا الشيء الأهم بعد غنى تماما. أبونا هيدي هي موضوع الرحلات والحج اللي رح يقوم فيه. رح يكون في فورم ينعقد ببيت عنيا تحديدا. خبرنا هذا متى رح يعقد، شو رح يعالج، شو رح يصير خلال هذه الأيام. بحب أشكر أنه مبارح صباحا الساعة 9 كان افتتحوا هالأيام العالمية هذه بزيارة لبكركي ولقاء غبطة البطريرك. وفعلا أنا حضرت هاللقاء هذا، كل فريق قدم ذاته لغبطة البطريرك وحكي شوي هيك بكل عاطفة بكل شوق شو بيعني لهم زيارة لبنان وشو بيعني لهم أنه يشوفوا غبطة البطريرك اللي هم شافوه خلال زياراته العالمية الرعوية لكنائس الانتشار. كان فعلا لقاء مؤثر جدا جدا. هذا كان اللقاء مع غبطة البطريرك. هلا نهار الجمعة صباح الساعة 9:30 رح يبلش الأعمال المؤتمر كمان بحضور ورعاية غبطة البطريرك بشارة الصراعي. ورح يكون كتير متكلمين كمان بحضور أساخفة الانتشار رح يكونوا موجودين. كلهم طارين رح توصل أكتريتهم رح يكونوا موجودين بهذا اللقاء الافتتاح. نعم هذا اليوم يعني في أهمية للشباب، يعني اليوم عم نجمع رأس الكنيسة المارونية بأيضا يعني الأساقف، ففعلا في أولوية على ما يبدو للشباب ضمن الكنيسة. وهذا بدل كمان على وحدة الكنيسة المارونية العالمية أنه موجود الرأس البطريرك، موجودين أساقفة الانتشار، موجودين الشبيبي، وموجودين كل المسؤولين على هالمنتدى بحضور شخصيات كثيرة. نعم أبونا، ضمن المؤتمر رح يكون في ورشات عمل متعددة للشبيبي من خلالها رح يعالجوا أكثر من موضوع، أكثر من إشكالية اليوم مطروحة على صعيد الكنيسة، على صعيد الشبيبي، على صعيد الوجود العلماني أيضا بالكنيسة، موضوعات كثيرة رح تتناقش. لما تخلص هذه الموضوعات تتغربل نطلع بنتيجة، كيف رح تحول هذه النتيجة إلى تطبيق؟ يعني هل أعمال المؤتمر رح تطبق، رح يكون في إلى حيز من الاهتمام التطبيقي، ولا رح تبقى هيك بإطار نظري صرف؟ أهم شيء بالمؤتمر مش المحاضرات اللي عم يحكوها، أهم شيء بالمؤتمر هي اللقاءات الخاصة. رح يكون كل مطران رح يكون على طاولة بيناقشوا هنيك، كل واحد بيحكي خبراته، بيحكي مشاكله، بيحكي همومه، ويقول شو بده يطلب هنيك. فعلا هنيك بتوضع التوصيات وبتوضع الخبرات هنيك بتبادلوها، وفعلا مع الأساقفة ومع الاختصاصيين الموجودين بهالفورم هذا راح يحطوا التوصيات اللي بدنا بعدين نشتغل عليها، نشتغل على تطبيع اكثر واكثر. قبل ما يدهمنا الوقت ابونا، يعني لما نحكي عن مارونيه، لما نحكي عن لبنان، لما نحكي عن زياره الشباب المارونيه للبنان، ما فينا لما نحكي عن وادي النوبين وعن زياره ايضا الشباب بلقاء نهائي بعد ما يكونوا راحوا للارز، من بعد الارز ايضا منطقه بشربي رح يكون في محطه ضمن الوادي المقدس. بشكل سريع ايضا خبرنا عن اهميه تعرف هذه الشباب على وادي النوبين المقدس. بدي احكي قبلا على نهار الاحد. يلا طريق نهار الاحد رح نختم هاللقاء هذا بالديمان. نعم بقداسة 10 مطرس رح رح يطلعوا الشبيبي كلهم، رح يطلع الاهل اللي كانوا مستضيفين هالشبيبي، ورح يطلعوا كتير ناس على يحضروا هاللقاء هذا القداس. وبعدين رح يعملوا لقاء كبير قدام الكنيسة، ورح تستضيفهم اللوبين، لجنة اللوبين هي اللي حتهتم بها وتقدم الغداء. وبعدين رح يروحوا يشوفوا الأرز، ورح يشوفوا يزوروا بيت مار شربل، ويزوروا الحبسة، ويزوروا إسحية، ونزع الوادي المقدس. وهنيك فعلا بهالوادي المقدس أنا ما فيني أقدر أوصف لك، رح يختبروا المارونية، يختبروا كيف عاشوا المواريني الأجداد اللي هن بيقروا عنهم كتير وبتسمعوا عن أخباره. نعم أبونا، يعني هذا هو المؤتمر الأول بعد توصية 2006 للمجمع البطريركي المارونية، على أمل هذا المؤتمر يكون فيه له سلسلة من المؤتمرات والمتابعات، وعلى أمل دائما يكون هيك في نشاط للشبيب. يعني مجرد زيارة هذه الشبيبي للبنان هو نوع من أنواع الانفتاح، نوع من أنواع التواصل أيضا مع كل الدول لحتى الشباب يعرفوا عن هذا البلد، الصورة الحلوة لهذا البلد يمكن اللي ما كتير الإعلام بشد عليها. أنا اسمح لي أبونا وجه تحية
لأبونا أبو هدير يعني على فعلا على كل المجهود اللي عم بقوم فيه بهذا العمل، على كل خلينا نقول النشاط اللي موجود فيه من 3 أشهر لليوم ما وقف، وإن شاء الله إن شاء الله يعني بتكون الأمور كلها حسب التنظيم بتكون ماشية على خير ما يرام. شكرا لك لأبونا لويس الفرق منسق مكتب الانتشار بالدائرة البطريركية المارونية، شرفتنا بصباح لبنان، أهلا وسهلا فيك. شكرا لك جو، شكرا لتلفزيون لبنان، أهلا وسهلا فيك. شكرا. مشاهدينا نحن وياكم رح نتابع بإطار برنامجنا لليوم، طبعا فقرة فنون موسيقية صارت جاهزة لليوم مع الملحن والمؤلف الموسيقي طبعا الأستاذ جمال أبو الحسن، كل التفاصيل بعد فاصل الإعلام. مشاهدينا صباح لبنان بتابع بها الحلقة، أكيد موضوعات متنوعة وغنية عم نترافق فيها على أمل تكونوا عم تستمتعوا وتستفيدوا بنفس الوقت. الفنانة مايا نعمة رح تنضم لإلي بعد شوي لفقرة ألف خبرية وخبرية، المثل اللبناني اللي رح نترافق فيه لليوم ومن خلاله رح تكونوا عم تخبروني أخبار، مثل أكيد كلكم بتعرفوه هو الحما حمة وبنت الحما عقر بمسمة، هذا مثل مين ما كان بيعرفه، من خلاله بدكم تخبروني أخبار مهضومة. بلشوا فكروا بالحموات وبالأخبار الحلوة، أنا متأكد عندكم أخبار كثيرة، حتى ب 30 سنة تستعملوا كل كلمات المثل وتخبروني خبرية، الأهم من هيك أنه تنطلقوا من كلمة أنا أو ضيفتي بتختار لكم إياها لحتى ب 30 سنة تخبروني خبرية ويفوت اسمكم بقرعة يخولكم تربحوا جائزة قيمة بختام الحلقة، وهي قطعة الماس تقدمت مجوهرات، هي مناطر أسماساتكم بعد على 10-13 بعتوا حرف S، وكل ما بعتوا أسماسات أكثر كل ما فرصتكم بالمشاركة حتى فريق الأعداد يتصل فيكم بتكون أوفر وحصكم بيكون أحلى. ألف خبرية وخبرية بختام الحلقة مع الفنانة مايا نعمة، أما هلأ مش بعيد أبدا عن الفن مع الملحن جمال أبو الحسن وزميل جو، نرجع لحتى نتابع فقرات صباح لبنان. يعني يا شادي حرام عليك بنت الحما، يعني ما هذا مثل جو ما في حدا إلا ما عنده خبرية عنه، الحما حمى وبنت الحما عقر بمسمى. أنا بريء من هذا المثل يا خي. مشاهدينا في الموسيقى ومنتابع نحن وياكم. حكايته مع الموسيقى هي حكاية شغف، حكاية حب وغرام، وطبعا يمكن فينا نقول انتقام. بلش مسيرته الموسيقية من عمر 16 سنة، سافر خلالها إلى مصر أم الدنيا، ومن هيك بدأ شغفه الأكبر بالموسيقى، عزز تحصيله العلمي بمجال الموسيقى أيضا، وانتقل لفيينا بالنمسا موطن أعظم الموسيقيين بالعالم، وبعدها للولايات المتحدة الأمريكية ليرجع للبنان ويكون عنده مجموعة من المؤلفات الموسيقية اللي بتتميز بطابع خاص ورونق خاص أيضا. نحن نحكي نحن وياكم بتفاصيل أكثر عن أجدد أعماله الملحن وعفوا المؤلف الموسيقي جمال أبو الحسن. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك بي صباح لبنان، شرفتنا أستاذ جمال. شكرا أستاذ جمال، يعني إذا بدي أنا وياك نحكي بشكل عام عن التأليف، عن التأليف الموسيقي، هو مهنة من 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 أرقى المهن اللي موجودة اليوم. وين هو التأليف الموسيقي بلبنان بالوطن العربي؟ قديش اليوم فينا نعول على هذه المهنة بهذا الوطن؟ ايه، هو التأليف الموسيقي من ناحية الموسيقى الجدية او بمجال الموسيقى الكلاسيكية المعاصرة، في مؤلفين مهمين جدا بلبنان بالوطن العربي عم يشتغلوا، بس مش كتير معروفين، واعمالهم يعني الاعمال الجدية الكلاسيكية شوي يعني مش منتشرة بشكل كبير، بس نعم. في اعمال كتير مهمه، نعم، اكثر بتنعرض باوروبا وبامريكا اكثر ما انه بتنعرض بلبنان، بس بوجود الاوركسترا الفيلهارمونيه اللبنانيه، نعم. السيمفونيك، صار في عم يتقدم اعمال لمؤلفين لبنانيين اكثر، نعم. صاروا الناس عم يسمعون اكثر، نعم. بس يا جمال الجمهور اللبناني قريب من الموسيقى، يعني اليوم لما نعمل اذا بدنا نقول حفله موسيقيه لمؤلف موسيقي يعرض لنا مؤلفاته الموسيقيه من خلال اوركسترا الاوركسترا الوطنيه او غيرها، يعني الجمهور تعود على هذا النمط من الحفلات ولا لا بعدنا بدنا فنان بدنا صوت بدنا؟ لا هذا شيء وهي شيء، يعني اكيد الحفلات اللي عم بتكون للاوركسترا عم بتكون على طول مليان، يعني في جمهور كثير على طول بينطر، نعم. بيروح بيحضر على طول، واللي بيحضر مرة بصير بده يجي مرة تانية يحضر، هي المشكلة إنه هي شوي بعد بالنسبة للعام للمجتمع الأكترية إنه مش، نعم. معروفة بقى، نعم. ومفكرين إنه صعبة وإنه موسيقى جدية
بس اذا بجربوا مره يسمعوا بصير يحبوا خلص يعلقوا. هل هي نخبويه استاذ جمال؟ يعني هل الموسيقى هي فن نخبوي لمجموعه معينه من الناس ولا لا؟ شو يعني النخبوي؟ الشيء اللي فيه فكر وفي في مشغول بتقنيه كثير مهمه وبدراسه رهيبه يعني هذا النخبوي. بس الموسيقى موسيقى هي لكل الناس يعني يعني الدائنه الموسيقيه هي كل انسان بيتمتع او بينسجم مع الموسيقى مثله مثل غيره. بس في شوي اللي دارس موسيقى يعني او اللي مثقف اكثر شوي يمكن بيعرف يحلل اكثر او يفهمها اكثر للقطع الكلاسيكيه سيمفونيه. بس الانسان العادي بيتذوق كثير كثير حتى لو مش عارف شيء عنها. يعني كل حدا بيتذوق الموسيقى لانه بنهايه الموسيقى هي هيدي اللغه السهله اللي بتقول لكل الناس لغه الكون كله تماما يعني حتى المسافات والحدود والزمان. استاذ دكتور جمال يعني عملك الجديد السادة الجديد اللي عملته هذا الاسواق السيمفونيك كولرز هذا البوم خلصته من اسبوع وكان التوقيع نهار السبت. صار لي شو 4 سنين بحضر بهالعمل. عمل 4 سنين لا كثير ضخم. ايه كم مقطوعه داخل؟ في 10 مؤلفات موسيقيه بس متنوعه ومن عده مراحل بحياتي الفنيه وين الفت الاعمال. يعني مثلا اول عمل هو هيومن رايتس اوفرتشور عن حقوق الانسان. نعم هذا كتبته خصيصا هون لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان وقدمناه باليونسكو بالتعاون مع الأمم المتحدة والأوركسترا الفيلهارمونية اللبنانية. كان عمل كتير ضخم يعني شو 150 عازف وكورال كانوا على المسرح. وطبعا بيحكي عن عن يعني السلام والهارموني اليونيفرسال هارموني. فالعمل الثاني سيمفونيك بويم قصيد سيمفوني بيحكي عن شوي او بيصور الوضع اللبناني والمآسي والحروب اللي مر فيها. بعدين في لبنيز سيمفونيك دانسز يعني رقصات فولكلورية لبنانية مثل هاي اللي عم نسمعها. اخذ الحان شعبيه مثل عرزانة ويانزاي فلكلور حلو يعني مشغول بشكل تاليف وتنويعات وفارييشنز. وهذا الفته بفيينا يعني من مراحل الدراسه كنت فيها بفيينا وكثير من فيينا اشتغلت على 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 هذا العمل. مزبوط ولقيت انه كثير السماعه هناك والموسيقيين حبوه كثير فصرت قدموا بعدة محلات باليابان بأمريكا ودول عربية كتير حبوا هذا النمط هالجو انه مش عارفينه قبل اول مرة بيسمعوا. شو رأيك نسمع المشاهدين اكثر يعني هذه الموسيقى ونرجع نتابع حديثنا؟ Thank you.
دكتور جمال، يعني كنا عم نتابع هيدي خلينا نقول المقطوعه من 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 عملك اللي جمعت فيه التراث اللبناني باطار كلاسيكي عالمي. خبرني كيف تزبط الامور، يعني اليوم نحن بنصير شوي ضايعين خاصه بالفتره الاخيره انه موسيقى شرقيه ميكس مع عربيه مع غربيه، ويعني بهذا الاطار موسيقى تراثيه لبنانيه معموله بقالب كلاسيكي عالمي، كيف تزبط هيدي الخلطه؟ انا برايي الموسيقى موسيقى، يعني انه هي في طابع شرقي، لغه شرقي او نعم. او لبناني، او يعني استخدامهم للايقاعات، استخدامهم للمقامات المختلفه، في عندهم تنويع كثير يعني الموسيقى الشرق، وباوروبا عندهم العظمه والتكنيك والاوركستريشن لمجموعه كبيره من العازفين. فلما تاخذ هاللحن البسيط اللي هو شعبي جاي من التراب يعني من الارض وتعمله باسلوب ضخم وينزاد عليه الهارموني الاصوات اللي هي متالفه والايقاعات والتنويعات والدراما والتكنيك، بصير في ضخامه وبعد وعمق اكثر، وممكن يتقدم باي بلد بالعالم على اي مسرح بالعالم. وهذا اللي عملته حضرتك، يعني نقلت هذا التراث من المحلي الى العالم وقدمته على هاي. بس انت الماضي اختاروه انه يتقدم بايطاليا، كان في مهرجان اوركسترا الشباب للبحر المتوسط، كثير حبوه وزمان كان عادي اول مره بيسمع موسيقى عربيه بسيمفونيا بهالشكل. فصارت خلص لغة وحدي يعني وين ما كان. نعم، وهذا جمال الموسيقى، انه اليوم اي موسيقى فيك تاخذها لوين ما كان بالعالم وفيها ناس تتفاعل معها، لانه هذه اللغة اللي بتوحد كل الشعوب. فيها خصائص كثير مهمة الموسيقى اللبنانية او الموسيقى العربية. الغرب بس يسمعها بينبسط فيها لانه سمع شيء جديد، بتفرفح الروح الموسيقى اللبنانيه. exactly. فيها هيك حميه وفيها نعم. دكتور جمال، يعني لما نحكي عن الموسيقى اللبنانيه، لما نحكي عن علم الموسيقى اللبنانيه، ما فينا الا زكي نصيف، يعني من الاسماء اللي طبعت وعتمد الموسيقى اللبنانيه على صعيد اللحن، على صعيد الصوت، على صعيد اختياراته ايضا للاعمال. حضرتك تذكرت بهذا العمل بالالبوم سيمفونيك كولر في تحيه سيمفوني لزكي نصيف، يعني سيمفونيك تريبيوت لزكي نصيف. اخترت ثلاث اغاني لإله معروفين كثير، ومن النشيد اول واحد عملته هو مهما يتجرح بلدنا، وبالصدفه يعني كان في مناسبه بالسراي عاملين الاوركسترا حفله، وكانت مناسبه بدهم يمنحوا بيته او يصير متحف او شيء. فلما سمعت كنت بالكونسرفاتوار انا انه طيب معقوله هالمناسبه انه من غير ما تعزف الاوركسترا شيء، كانوا عازفين كله اعمال اوبرا ايطاليه وكلاسيكال. شو عزفتوا فالفت هالعمل خصوصي لهالمناسبه يعني مهما يتجرى. شو رايك نسمعها بشكل سريع ونرجع نتابع بما تبقى من وقت؟ انا تعرفت على زكي نصيف شخصيا يعني اول ما جيت من امريكا. نعم. وكنت انا بشتغل الكترونيك ميوزك وموسيقى مشهديه، فاول مره التقيت فيه بالكونسرفاتوار اخذته على جنب وسمعته بالاستوديو. نعم. عندي بعض الاعمال اللي انا موزع الكترونيا بامريكا كنت يعني.
شو كان رأيك؟ منها راجع يتعمر لبنان وإشياء تانية كتير. ف يعني اندهش شوي. أول شيء أول مرة كان بيسمع هيك موسيقى قال لي لايك إنه تشعر بعدن إنه لمن نعم. يحس هالإحساس نعم. يعني معناتها موسيقى كتير 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 مهمة ووصلت. نعم. واقترحت عليه هذيك الفترة من زمان عم بحكيك من شو 15 سنة يمكن. قلت له عندي هيك انا طموح انه اخذ بعض اعمالك واعملها للاوركسترا السيمفونيك شميت عازف. قال هيك قال لي يا رايت هيدي امنيتي انا كمان. ف لصار هالمشروع يعني كان من بعد ما مات يا رايت هو يعني هون حققت له امنيته وهذا الاهم. دكتور جمال يعني اذا بدي احكي شوي تقنيا عن عملك خلينا نقول تاليف الموسيقى الالكتروني وتاليف الموسيقى مع فرقه كلاسيكيه في الهارمونيه اوركستراليه والى اخره، شو الفرق يعني اليوم شو اللي بيعطيني اياه التاليف الالكتروني ما بتعطيني اياه الفرقه بالحي اللي اللي اللي, اللي 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 بنشوفها؟ الالات الاوركستراليه نعم. هن اوكي ليتس سي 50 150 آلي اوكي بس وكل نوع بيعزفوا لايف وباحساس رهيب نعم. بشغف وبشغف واحساس الالكترونيك اوسع بكثير يعني نعم. يعني عندك ممكن تالف قطعه موسيقيه تشرب كل آلات العالم اللي موجودة تستعمله وممكن تستعمل الأصوات أو أنت تخترع أصوات مش موجودة أصوات يمكن موجودة بالكواكب بالفضاءات أو استخدام السنتيسايزر يعني أصوات كتير مهمة أو تستخدم أصوات الطبيعة اللي هي المي والشتاء والرعد والآخرين هذي كتير كمان مهمين مؤثرات صوتية يعني. بتكون مكرمة ولا لا مزبوط. طب دكتور يعني اليوم بعلى الموسيقى اللي هي إذا بدك مجبولة بالأحساس مجبولة بروح الإنسان تعرف الموسيقى بيعطي من روحه للآلة اللي عم يعزف عليها بيعطي من نفسه مثل يعني هذا الشيء معروف اليوم بعالم التأليف الإلكتروني قديش فينا بعد نحكي عن أحساس قديش بعد فينا نحكي عن نفس معي الـ المشكلة إنه الناس بيفكروا إلكترو لما يكون شيء إلكتروني ما عنده فيش إحساس يعني الكمبيوتر عم ينفذ لا بالعكس ما هو اللي عم يألف الموسيقى على هو عم يعزف ما هو إحساس أصابيعك يعني كأنك عم تعزف على البيانو نفس اللي هو البيانو موصول على الكمبيوتر عم يأخذ كل الأحاسيس حتى بالعكس أحيانا ممكن تعطي أحاسيس أكثر من الإنسان ما فيه يعطيها نعم وهو أجمل شيء إنك تخلط بيناتهم إنه يكون الأوركسترا والإلكترونيك بنفس الوقت يعني ساعتها شملت كل التعبير الممكن يعني يا ريت يا دكتور عنا وقت أكثر لنناقش بموضوعات كثيرة وكثيرة بوجودك وستفيد من وجودك أكثر ولكن دهمنا الوقت أنا فعلا بدي بارك لك سيمفوني كولرز هو العمل الجديد اللي لك اللي أخذ وقت طويل من العمل إن شاء الله دايما إلى مزيد من العطاءات إلى مزيد من الإبداعات نحن بحاجة دايما لهذا النوع من الموسيقى اللي بيختطي فينا من هيك من عالم إلى عالم تاني شكرا لك المؤلف الموسيقى الدكتور جمال أبو الحسن شرفنا وأنا سعيد جدا بلقائك أهلا وسهلا فيك بصباح متابعين صباح لبنان مشاهدينا ومثل العادة نظهر خارج الاستوديو ومثل ما رمضان هو مشاركة كمان للأطفال مشاركة أساسية بهالشهر الكريم هالمرة رح نتوجه لكيدز موندو لوسط العاصمة بيروت لحتى نتشارك مع جمعية أجيالنا يلي أقامت حفل إفطار للأطفال لجمعية الدكتور حسن خالد الخيرية كيف كانت أجواء هالإفطار للمشاركة بالعيد مع الأطفال أكيد كاميرا صباح لبنان كانت موجودة ورجعت لنا بهذا التقرير متابعوا سوا شوارع المدينة مش لا حدا مش لا حدا شوارع المدينة لكل الناس نحن بكيدز موندو
بيحافظوا على كل سيزن او على كل شيء معين عم بيصير بالبلد وي ادابت. فنحن برمضان الله راد عندنا كذا شغله عم نعملهم. اول شيء بقلب الاستابليشمنت او بقلب الاكتيفيتيز عم نعمل ادابتيشن لرمضان. يعني مثلا بيكون في عندنا ليتس سي بالارت اند كرافت بنعمل شغلات لها علاقه برمضان اكثر مثل ما بنعمل بغير مناسبات از ويل. بالاضافه لهذا الشيء في عندنا حنة على طول في حدا موجود من الظهر وطالع بيعمل حنة للاولاد. في عندنا مسحراتي بس طبعا المسحراتي عندنا اياه هون بيجي من بعد الظهر من الساعة 3 وطالع بيجي مسحراتي. بعدين بيصير في عندنا شو كتير حلو بالدانسين كي عندنا الدانسرز يلي لهم علاقة برمضان اللي بيبرموا مع الدانس الشرقية إذا بدنا. وبالإضافة لهذا الشيء رح يكون في عندنا حكواتي كمان كل يوم كمان يكون في عندنا حكواتي كمان من بعد الظهر. والنشاط المهم يلي عم نقوم فيه نحن بكيدز موندو هو إنه إجمالا كل يوم عم بيكون في عندنا مجموعة من الأيتام او من الاطفال يلي بحاجة او الغير ميسورين عم نعزمهم على افطار عنا بقلب كيدز موندو. واكيد هالافطارات هيدي بتكون مغطية من رعاة مختلفة. في عنا كذا جمعية اجمالا جمعيات لبنان كلهم بيجيبوا اولادهم لعنا منشان الافطارات يعملون عنا برمضان. مثل ما شايف اليوم يعني عنا اجيالنا كتير جايبين عنا تقريبا عنا شي 250 طفل اليوم من عدة organizations لأولاد مثل ما قلنا أيتام أو أولاد بحاجة لرعاية أكثر وأكثر. هلا نحن كل سنة برمضان جمعية أجيالنا بتفطر يتيمة واليوم نحن عم نفطر يتيمة مؤسسة محمد خالد وإن شاء الله يا رب يكون نهار الشهر مبارك على كلنا. وكمان في عنا في مهرجان بالعيد بفردا هيدا أكتر شيء بنقدر نقدمه نحن لليتامى والأطفال اللي يفرحوا معنا مع كل إنسان. مشاهدينا بنرجع لحتى نتابع صباح لبنان الفقرة الأخيرة ألف خبرية وخبرية مع الفنانة مايا نعمة بعد شوي. فخليكن معنا كمان ضلكن بعتوا اسمسات على 10-13 كل ما بعتوا أكتر كل ما ضعفتوا إمكانية دخولكن بسحب الكمبيوتر لحتى يختار اسمكن وفريق الأعداد يتصل فيكن. جوائز قائمة بانتظاركن قطعة ألماز من مجوهرات هيمو كل يوم. المثل اللبناني يلي بدكم تبلشوا تحضروا اخباركم من خلاله لحتى ب 30 ثانيه تكون عم تخبروني خبريه وتفوتوا بالقرعه لحتى يمكن تربحوا معنا اليوم هو الحما حمه وبنت الحما عقر بمسمه. اكيد المثل لا يطبق على كل الحماوات في منهم عسل وفي منهم كوارث كلنا بنعرف. بس على كل حال هذا مثل لبناني معروف اكيد كتار منكم بيعرفوه. فحضروا اخباركم المهضومه وترافقوا معنا بالف خبريه وخبريه. اما هلا بنرجع لنتابع اخر قسم من صباح لبنان مع زميلتي رنا. الفقرة التالية رح تكون فقرة صحة وهنا. بهالفقرة يلي كل نهار عم ناخد فيها معلومة عن فوائد من عن فايدة من وعن فوائد مختلفة من الأطباق يلي بتكون موجودة على سفرتنا. اليوم رح نحكي عن فوائد البندورة يلي طبعا موجودة بكثرة بأطباقنا اللبنانية ولكن للأسف بنجهل كل فوائدها. بنتعرف فيها نتعرف سوا بفقرة صحة وهنا. فوائد البندورة للجسم. تنفرد البندورة أو الطماطم بفوائد وخواص بتختلف عن باقي المزروعات والخضروات سواء من ناحية الوقاية من الأمراض أو من ناحية علاج بعض الأمراض. من فوائد البندورة إزالة الجراثيم المسببة بالأمراض اللي بتتعلق بجسد المريض. بتقوم البندورة بتنشيط حركة الكلى وبتحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين A وأيضا فيتامين C. تعمل الطماطم كمطهر للأمعاء والبطن كما أنها بتزيل عسر الهضم.
تحتوي ثمرة البندورة على معدن الحديد، فإذا كنت بتعاني من فقر الدم شرب عصير البندورة أو تناولها يوميا. تعمل الطماطم مع تخفيف وعلاج الحموضة لمعادلة خلويات الجسم. وبتأكد الدراسات الحديثة أن الطماطم بتساهم بخفض معدل الإصابة بالأورام بنسبة 60% إذا تم تناولها بشكل يومي. الطماطم تحتوي على كمية قليلة جدا من الكربوهيدرات، فهي بتفيد المصابين بالسكر كما بتفيد الراغبين بتنحيف أسنانهم. الطماطم بتفيد الأمراض التنفسية خصوصا مرض السل واحتقان القصبات الهوائية. وتناول الطماطم يعمل على فتح المسامات والقنوات الطبيعية بالجسم. تحافظ الطماطم على شباب الوجه، فبتشير دراسة حديثة نشرتها مجلة الصحة الأمريكية إنه الطماطم بتحافظ على شباب البشرة وبعود السبب لوجود مادة الليكوبين، لذلك ينصح بتناول كوب من عصير الطماطم يوميا. صيام مبارك وإفطار شهي بإذن الله. صحة وهنا. من فقرة صحة وهنا لا فقرة عالسحور، واليوم مع مايا نحول. الحمد لله، انت كيف؟ الحمد لله كثير منيح. يعني مثل دايما محضرتينا شيء خفيف وطيب 100% للسحور اكيد. اوكي، اليوم اول شيء بونجور للكل. مثل ما شفنا بصحة وهنا عم نحكي عن البندورة، فاليوم عم نستعملها كمان بالاكل تبعنا. راح نكون عم نعمل كروستيني يلي هن خبز التوست يلي هن هيدولة. اوكي عادي او اسمر او ابيض، انا جبت الاثنين لانه فينا نستعمل من الاثنين. اوكي راح نحط على وجهن فتة او حيلا نوع جبنة نحنا منحب ندهنها، يعني يا اما جبنة اللي بتندهن او الفتة، او ممكن حيلا نوع جبنة بيضة يعني حلوم اللايت بس كرمال نخفف نسبة الملح منه، او مثلا فينا نحط البلغاغة او العكاوة. وعليون انا عم بعمل بالفرن بندورة عم تنشوى تنعملها مثل كراميليزاسيون، بتصفي طعمتها حلوة اكثر من وراء العصير تبعها اكيد. أوكي. شو عملت؟ جبت البندورة السوريز اللي هن الصغار المدورين. ماشي تقريبا بيطلعوا، جبت علبتين يعني تقريبا شي نص كيلو. قطعتيهم مثل ما هن خليتون، حطيت لهم ملعقة واحدة زيت زيتون مع شوية ملح وحطيت لهم حس واحد توم. أوكي. حتى نعطيهم طعمة، وعم بشيهم بالفرن تقريبا صار لهم نص ساعة رح يصغلون. هن بدهم وقت؟ بدهم وقت كرمال هلا وقت الشم رح تشوفي رح تكون تكسرت البندوراية ودابت مزبوط وبتفتح شوي. أوكي. كمان وهيدا رح نحطها على وجه الجبنة وبتتاكل على السحور، لانه هي كمان مثل ما دايما عم نقول انه السحور هو ترويقة تقريبا، يعني اذا فينا نقول فالترويقة هي عبارة عن انه رح تكون ثلاثة من هول التوست. أوكي. او اذا ما بدنا نجيب هذا الخبز كمان فينا نجيب التوست العادي، او حيلا نحنا نحمص خبز بالبيت، والمهم يكون محمص أطيب. وخاصة أن البندورة فيها الكيب بدأت تش شوي، بدأت تش إذا الخبزة ما كانت محمصة وسنيكة شوي، فهدول كتير هينين نعملون. فينا يا أما نجيب البان دو كامباني اللي هي الخبزة الكبيرة المبرومة ونقصها سلايسز، أو أنه فينا نجيب باجات زيت الشي نعملها نقصها سلايسز. أوكي. أو مبرومين أو بالطول كمان، ونحمسها بالفرن لحد ما تاخد لون اكيد. اوكي. وبتكون جاهزة. هلا حمسينا، شفت كيف صاروا البعض. يلا هلا رح شيلون. يلا تقريبا هلا خلصوا مثل ما قلت لي. يعني نحط هيدا هون. هلا رح تشوف رنا اثر كمان ريحتهم، ريحتهم كتير طيبة بتشهق. قاعد في ايدك هيدا كل المي منه نزلت، هي هيدا ما نزلت ابدا، هي العصير بكل بساطه ملعقه تبع البندوره مزبوط ملعقه لكل هوله، وهذا كل المي تبعه نزل. فينا مثلا اذا كنا عم نعملها لهالاكل حدا بنحط دجاج، ناخذ هيدا المي تبع البندوره ومن نتبل فيها الدجاج كمان حتى تزيد الطعم. هلا هون احنا ما لنا بحاجه لالون، شفت كيف هيك فتحوا البندوره نزل المي منهم بس بعد شكلهم
مزبوط اكيد يعني ما بيهلكز زياده يعني. لا ما بتخبص بالعكس نحن بدنا اياهم هيك اذا بدنا اياها تخبص اكثر بتقصين اوكي بس بكل بشره شو بدنا بنحط معه شيء مثلا مثلا انا هون حطيت لهم الزياده مزبوط حطيت لهم السبولات اللي هو الثوم المعمر او اذا بدك فينا نقول المجفف يعني اوكي والزياده حس ثوم واحد فينا اكيد حبه كثير طيب معهم فينا نحط لهم غمغان اللي هو اكليل الجبل كل الانواع البهارات زعتر بيطلع طيب هون حسب كل واحد وطعمته يعني شو بحب بفضله مزبوط هلا اللي راح نسويه نحن على كل توست تقريبا راح نحط معدل ملعقتين جبنه أوكي. بيضه كلها شويه زيت تقريبا يعني لهالخلطه كلها انا ماشي حتى بس ملعقه زيت زيتون ومثل أوكي. ما عم بقول لك جبنه بيضه لانه ما راح احدد انه هيدي فته لكل واحد حتى ينبسط وينقل شو بحبه مزبوط تندهن على هالطريقه اوكي وبعدين بنسكب البندوره انا بدي اخليهم هيك قصد وسخنين وإذا لاحظت الصوص كيف عم تنزل أكيد البندورة كتير قليلة بالكالوريز هي خضرة ففينا نحط قد ما بدنا ومثل ما شفنا الفوائد تبعها كتير عالية بتضل تحافظ على الفوائد إذا انطبخت ما هيدا اللي بدي أقوله وقتها تنطبخ البندورة بالعكس الفوائد تبعها بتزيدوا كتير هيدي هي إذا بدنا نشوفها هيك عن قريب أوكي الفوائد تبعها اللي بتصير إنه وقعوا عاد طبيعي مثلا كنا عم نحكي بصحة وهنا عن انه هي بتقوي من الاورام يلي هن الكانسير يعني اكيد خاصة كانسير البروستات لانه هي غنية بالانتي اوكسيدان او المضاد الاكسدة يلي اسمه لايكوبين لايكوبين وقتا ينطبخ بزيد خاصة بالبندورة يعني وقتا نحن نحرضها للحرارة ان كان حطيناها بالفرن ان كان عملناها مثلا بالبيت رب البندورة ان كان حطيناها بالحلى لنوع أكلة يعني أول ما تتعرض للحرارة نسبة اللايكوبين بتزيد عندها بنقدر نحن نعمل له امتصاص أكتر وبصير عنده فعالية أكتر أنه يقاوم الكانسير بجسمنا حلو فمشان هيك دايما نحن معودين بناكل بندورة نية يمكن بالسلاد بنحطها بالتبولة حتى بطبخنا يعني في كثير طبخ فيه صوص البندورة يعني يا اما بنكون حاطين رب او بندورة صح مشان هيك كتير كتير مهمة لازم نجرب يعني دايما نعمل الاكل عبيت البندورة واصلا دايما بنحكي انه وقت يكون في صوص معينة ما نحط كريم مثلا حتى نخفف الكالوريز نعملها قباز ببندورة فهون بنكون عم ناخد طعمة طيبة وكتير اكيد لانه بتنكي هالاكل وبذات الوقت عم نحمي حالنا كمان على البشرة كتير منيحة هي الدراسة للعملية مزبوط ولأنه فيها فيتامين سي والفيتامين سي اللي بيعمله أنه بيساعدنا على أنه نحن ما نخسر الإلاستيسيتي أو الليونة من البشرة فبتضلها مشدودة وتبدل مشدودة نحن بنقوي من التجاعيد ومنأخر الشيء ما فيها كتير كالوري أبدا لا يعني بكل كوب يعني عم نحكي بكل 3 روس بندورة في عنا تقريبا 20-25 كالوري فماشي يعني إذا عم ناخذ كل هالفوايد اكيد وما حدا راح ياكل 3 حتى اذا اكلنا كثير بالعكس انا بفضل ناكلهم ونشبع منهم وناخذ كل الالياف منهم على انه نحن ناخذ مثلا يمكن بطاطا مقليه او نصير نلقمش بحال الاشياء اول ما نجوع انا بعرف كثير اشخاص عن جد بحبوا ياكلوا البندوره يعني مش انه اوكي بتنضاف على الاكل انا مثلا الجوع بقصة كيف نعمل التبوله وباكلها هيك لحالها مثل ما هي فعم تاخذي كل الفوائد منها فينا نعمل هيك اكثر وحتى بتنزيد يعني بكل شوربه بكل هالقصص حتى من دون يعني ما نشوفها فينا نعملها عصير حتى فينا انه اذا الاولاد ما بحبوا يمكن شكلها مش معودين انه على كل انواع الخضره فينا نفوتها بطريقه نلعب اذا بدك شوي مثلا بالطبخات وهيك بنفوتها فنعطي الفوائد من دون بس عاده عم بحب التوماتسوريز لانه صغيرة وهيك شكلها بطعمة الحموضة كمان شوية الحموضة بتكون فيها فبتكون كمان عندها فوائد كثيرة يعني اكيد مثل البندورة العادية في منهم بيسألونا انه اذا بالطومات سيريز بتفرق او البندورة الجبلية لا بالعكس كثير منيح هلا الجبلية مثلا طعمتها كثير طيبة ففينا نستفيد منها وبس اهم شيء ننتبه كيف عم نعملها يعني ما بدنا نكون عم نعملها مع كمية زيت كثير عالية نكون عم نأذي حالنا وكمان في شغله بعد انه نحن وقت نكون عم ناخذ البندوره اذا بالسلاد ناخذ احسن الفيتامينات والمعادن منها وقت يكون في زيت زيتون اه اوكي
حامض اكيد كمان ناخذ الحديد لانه هو من مصدر الخضره. أوكي. بس زيت الزيتون مع البتا كاروتين الموجود بالبندوره ومع اللايكوبين بخلينا نحن نعمل امتصاص اكثر للفيتامينات اللي بقلب البندوره. نعم. عشان هيك ما نعمل سلطه بلا زيت، بالعكس زيت الزيتون كثير منيح بس كمان ما نكثر منه. اكيد يعني معدل ملعقه لكل شخص. يعني قد ايه بين مثلا صحن الفتوش وتنوع الخضره يعني بتكون مثلاً. فيه خاصه هلا بالسفر الرمضانيه 100%. مايا بدنا نشكرك على كل هالتفاصيل يلي اعطيتينا اياها وعلى طبق السحور يلي حضرتيه يلي كثير هين وبشهي. مثل ما قلنا ثلاثه منه هو على السحور فيهم تقريبا 270 كالوري وهن كافيين لحتى يضل الشخص مضايق لحد وجبه 100%. اكيد شكرا لك، اكيد برجع بنشوفك بنهايه الاسبوع. اهلا وسهلا. مشاهدينا بريك قصير بيفصلكم عن فقرة ألف خبرية وخبرية، طبعا بانتظار اتصالاتكم لحتى تزيد فرصكم بالربح من خلال المشاركة بهالفقرة. بريك قصير مش عم نكفي سوا. صباح الخير، رمضان كريم للجميع. بدي اقول لكم اليوم انه الحلقة رح تطلع بتعقد مع ألف خبرية وخبرية مايا نعمة وشادي ريشة. قدي انا مبسوط فيك، رمضان كريم، صباح الخير. ثانك يو شادي، شو اخبارك؟ اشتقت لك. وانا مشتاق لك كثير، واهلا وسهلا فيك، ان شاء الله عيد خير على اهلك وعليك يا رب. تفضلي. ثانك يو. شو الاخبار مايوشا؟ كثير منيحه. جود تمام. ايه. ماشي الحال الحمد لله. يعني انا عم نتابع نجاحات كلها، خاصه مؤخرا لما عملوا كمان الجالا دينر تبع دانسينج وذ ستارز. يعني انت ما بتقبلي الا ما تكوني نمبر 1، الا ما تكوني ربحانه، الا ما تكوني دائما اكبر هيك شيطانه بتعرف تسرق الاضواء وتسرق التروفيات من اصحابها. كيف كان دانسينج وذ ستارز خاصه مع هالكومباك وانت اللي ربحتي بالجالا دينر؟ كانت تجربة كتير حلوة، خاصة بعد مرق سنة واجتمعنا كلنا بين سيزن 1 2 3، وكان تحدي هيك حبي وكتير مهضوم انه عملوا تروفي، واعتبر هذا التروفي كان يمكن لقلنا كلنا كنا ربحانين بهيد السهرة. وبدي اقول لك ليه لابس اليوم نفس الكالرز؟ بتعرفي اليوم الصبح هيك عم فكر شو بدي البس، طلعت ما بعرف طلعت البولو بدربي، حسيت انه ما بعرف تلبق لحلقه مايا نعمه. عن جد صرنا لابسين نفس الكالرز انا وياك على حال هيدي كيمستري بالشغل. مايا الف مبروك كل التحضيرات، رح نحكي اليوم عن تحضيرات الالبوم. انا حوا يلي يعني انا مغروم فيها للغنيه وكل العالم مغرومين فيها، رح نشوف اذا رح تتصور كليب كمان قريبا، وكمان في عندك مشاركه بمهرجان الاغنيه العربيه الشرقيه كمان رح نحكي عنه، في كثير تفاصيل رح نحكي عنها. عبالك اسالك عبالي وعبالي كمان انه هيك كمان اليوم فينا نقلب الأدوار، اليوم فيك تشيطن قد ما بدك. اوكي بقى نلعب كمان ربح. اكيد بدنا نربح. هلا انا عندي جمهور رح يدق، ما بعرف اذا رايه. اكيد بدهم يوعوا ويدقوا. شو في يعني مجوهرات هيما كل يوم عم تقدم قطعه الماز لكل شخص عم يتصل ويربح معي. كان زعبر في زعبر في وسايد. يعني امبارح تتذكري وقتك عم بحكيك على التليفون قلت لك مايا نعمة ما فينا نزعبر، قلت لي لا بدي زعبر. الله يستر. رح نحكي بكل هالتفاصيل بسياق الحلقه، ولكن اكيد المشاهدين عندهم حصه كمان بحلقتنا. بضلكم ابعتوا مشاهدينا اس ام اسات على 10 13، لانه كل ما بعتوا اس ام اسات اكثر كل ما كانت فرصكم بانه الكمبيوتر يختار اسمكم وفريق الاعداد يتصل فيكم كانت فرص اكبر. في معنا اتصال جاهز لحتى نبدا. يلا مايا رح ابدا اول اتصال معي. يلا بونجور، مين معنا؟ الو 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 بونجور. الو بونجور، مين معنا؟ معك زينة خيبر. زينة خيبر، رمضان كريم. ثانك يو علينا وعليكم. شو اخبارك؟ نفس الحال تمام. زينة رح اتركك تحكي مع فنانة مايا نعمة. ايه هاي مايا. هاي زينة كيفك؟ وين بخير؟ ماشي حبيبتي، شو اخبارك؟ الحمد لله. يلا بدك ربحك؟ ايه يا ريت. مايا عادي انا هاني فيكي اصلا لحتى اربح. مايا عادي عادي، زينة كنت تعرفي شروط اللعبة؟ لا ايه بعرف يعني هيك. يلا ارجع ذكرك فيهم هيك كمان بنذكر كل المشاهدين يلي عم يترافقوا معنا، اليوم المثل اللبناني يلي بدكم تخبروني خبرية من خلاله هو الحما حمة وبنت الحما عقرب مسمة، بتعرفي هذا المثل؟ لا أول مرة بتسمعي. أول مرة بتسمعي. عندك حمام جوازة زينة؟ إيه عندي حمام. أصحاب أنت وياها؟ إيه منيحة ما بها كثير. إيه منيحة حسيت إيه شو هالجو؟ بدك تميتوا يا زينة على الورق. منيحة
لا كثير منيحة بحبها أكيد. أكيد بنوجه لها تحية ومن قلها رمضان كريم. زينة ب 30 ثانية بدك تخبريني خبرية تستعملي فيها كل كلمات المثل. تخبريني خبرية تستعملي الكلمات. تبلشي بكان يا مكان بقديم الزمان وما يا نعمة رح تختار لك كلمة من هالمثل تنطلقي منها بخبريتك. أوكي؟ اوكي يلا اتفقنا. جاهزه؟ يلا رح تختار لي مايا اول. يلا رح تختار لك مايا. ايه كان يا مكان بقديم الزمان. حما. اوكي الحما. يلا اسرع. كان يا مكان بقديم الزمان. اسرع اسرع. كان في حما. اوكي كبيره بالعمر يعني هي هيك شوي قاسية على كلتها ما بتحبها كثير بتغاري على ابنها منها لانه بقاسي قاعده لانه اخذت ابنها منها. بدك تستعملي كلمه هيدي الحما. كانت تدلنا الكلمة تقول عيد الحما حمة. اوكي بنت عمي بنت الحما عقرب مسمة بتضل تطير فيها وبتضل تعمل لها مشاكل. بنت الحما زينة مزبوط استعملتيهم كلهم ولكن بالاخر استعملتيهم مثل ما هن بسياق المثل فمشان هيك بدنا نطلب المايا نعمل حتى نستعمل وسيلة الانقاذ لحدا فوت لك اسمك بالقرعة. ما يبدك تسحبي ورقة من البوكال هيك خلطي 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 منيح خلطي منيح. ما قريت انت سحبي ورقة وانا بقريها للورقة لانه مايا نعمة اكيد رح ما بقريها تقريها تعي لها ماشي تقري الورقة مايا نعمة. ايه شو حبيت تعرفي شو المثل يا مايا لليوم؟ هذا اللي قريته. شو هو؟ حما حمة وبنت الحما عقرب مسمة. ارجع قولي مرة قدام. لا ما فيه بلا شو بدك تقولي؟ كيف صعب؟ بلا ايه بس تعرفي ليه؟ لأنه بدك تفكري فيه. ايه بدك توقفي أول شيء اعملي معروف هذا الشرط. أوكي. بدك تطلعي فيه بدك تمثلي المثل كلمة بكلمة. لا شايف حبيت كثير هين كثير هين. يلا انا رح اقول ليك شو انا على كاميرتي رح اقول المثل هيك على كثير بطيء وانت بدك تعملي الحركات يعني بدك تفسري لنا المثل. اوكي اوكي بالميم بالحركات. الحما حمة حمة وبنت الحما عقربة مسمى كيف هيدا؟ يا نعمة برافو زينة فتت معنا بسحب القرعة. مشاهدينا اكيد بدكم تبعتوا اس ام اسات على 10-13 لحتى نترافق سوا بألف خبرية وخبرية. شو بتقولي لها لحماتك هيك كلمة على السريع؟ بدي لها بونجور اكيد عم تشرب هلا القهوة عم تدخن السيجارة وتحضرنا وإذا بدك اتصلي بركي من ربع. حلو كثير اتصال جديد. الو رمضان كريم شكله مش ماشي الحال معي. مايا جربي انت. الو بونجور. الو الو بونجور. الو صباح الخير. الو رمضان كريم. رمضان كريم. الو الو ايه مين معي على الهواء؟ الو الو صباح الخير. صباح النور. رمضان كريم مين معي؟ محمد فرحان. محمد سرحان. محمد فرحات عفوا. محمد شو اخبارك؟ انعاد عليك ان شاء الله عيد شهر خير يا رب. علينا وعليك. محمد متابعنا من الاول؟ لا انا اول مره. اوكي اول مره بتتصل فينا فرح اشرح لك اللعبه. في عنا مثل. عندك تلفزيون قدامك؟ ايه. اوكي على تلفزيون باسفل الشاشه في المثل حما حمه وبنت حما عقرب مسمه صح؟ أوكي. هذا المثل ب 30 ثانيه ولا تخبرنا خبريه تستعمل فيها كلمات المثل. اوكي اوكي ولكن بدك تبلش كان يا مكان بقديم الزمان وبكلمه ما يا نعمه رح تختار لك اياها. ماشي اوكي اوكي يلا انا انتي يلا يا محمد. يلا حماد جاهز؟ اوكي يلا يلا يا محمد. ما يا شو اول كلمه؟ يلا عقربه. كان يا مكان بقديم الزمان فاذا عقربه. كان يا مكان بقديم الزمان عقربه مسمى هي بنت وامها حما حمه بتحب حالها ما بحب حدا يفوت على بيتهم فاتفقوا على كنتهم كل يوم يعملوا لها مشكل من ولا شيء كرمال تزعل هي وجوزها. حلو كثير لك هالمخطط النميس المخطط العاطل. شكرا لك يا محمد. محمد بس معنا بسحب الحلقه حتى تشوف اذا رح يكون حظك حلو وتربح معنا قطعه الماز من مجوهرات
هيمو مايا. انا حوا لنا فتره عم نسمعها واخذ درجه كثير الاغنيه. رح نشوفها كليب. رح نشوفها كليب. بدنا نسال وليد المسيح. بس لا نايم نايم. لا كنا نفكر نصورها بس بما انه عنا كثير اغاني جاهزين هلا بالالبوم فحبينا نطلع هلا بشيء جديد. بس انا حوا رح غنيها بمهرجان اغنيه الشرقيه بعد شهر ويمكن ناخذ الفوتج تبع الكونسرت ككليب. فرح نشتغل كثير كوريوغرافي على المسرح حيكون مثل تصوير كليب اون ستيج. اصلا الكوريوغرافي مش بعيده ابدا عنك لانه ان كان بشغلك بطبيعه او حتى بالبرفورمانس على ستيج دائما عندك هيك يعني دائما شيء استعراض بالشو تبعك. وبدي ادعي الكل يجي يحضر المهرجان لانه عم جد كل ارتست عم يحضر بيرفورمانس كثير حلو اون ستيج خاصه انا. ورح اعمل اول بارت مثل مدلي الاغانيه مع اكيد رقص. كيف رح تعمل على الستيج؟ تفضلي مايا هيك كيف بس هيك شو بدي حمش مع هيك عرفتي كيف هالبرنامج حبها هالبرنامج مستعمليها بدك نعمل وورم اب للمشاهدين ليتحمسوا يلا بس على فوق كنا بنفس الوقت عم تغني لنا طب انا بغني وانت بتتحرك شو يلا ماشي يلا. اوكي فكرني اني اشتقت لك شكلك ما شو هي خلص عم خلص مشاهدينا بعد مايا الاغنية فاذا قلت الاغنية الثانية رح تتصور شو الاغنيات اللي عم يتسجلوا في اغاني جاهزه صارت في تقريبا شي ثلاث اغاني مثل انا حوا لانه هذا الستيل حسيت لبق لي كثير وستيل جديد بالنسبه لي وفي اغاني بالالبوم كثير قصص منوعه يعني في قصص كلاسيكال في قصص في خليجي في مصري فنحن صراحة الالبوم جاهز بس نرجع بنقول منظر بالالبوم او ندعم كل غنيه بغنيه مثل ما خبرتك من قبل في تو سي ديز رح يكون بالالبوم في سي دي اغاني من كلام احمد شاعر احمد ماضي وفي سي دي الثاني كل اغاني القديمه اللي نزلتها من قبل اها يعني احمد بدي وجه تحيه لاحمد اكيد بيكون نايم هلا بس اكيد بنحضره ريران لاحمد فاذا تكتيك يعني مش معروف اذا بينزل البوم كامل او بتنزله بتدعمه كل اغنيه ايه على طريقه مزبوط بتاخذ كل اغنيه حقها بعتقد شو الاغنيه اللي رح تنزل اقرب شيء من بعد انا حوا بتشبه انا حوا ما في اقول بس كثير حلو يعني كيف انا حوا هيك طيب فاذا خلينا نسمع منها لا نو 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 لا لا طيب اسمه نو طيب شو هيك ما رح تنزل لشيء يا شادي لا لحظه بدي اعرف شغله بدي اعرف اتليست شو الروحيه تبعها شو استفزازية كمان وكمان عم نوجه كلمة هيك كيف أنا حوا عم نوجه لآدم نفس الشيء هلا في رد من آدم لحوا ما بعرف مين بده يرد علي من الفنانين رح نحكي على كل حال ونتابع بعد في كثير أمور عبالنا نعرفها والمشاهدين ولكن شو بدنا نقول ألو 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 بوجو بوجورين كيف؟ أنا كتير منيح من معي حدا عنده انرجي ايه واو من عدم مع مايا؟ أكيد فيك تحكي مع مايا هاي بوجو مايا بوجور كيفك مع كيفك مايا؟ الحمد لله ماكي شرب السيبة مايا شرب السيبة يا شربل أنت دايما تتصل فينا وأنا كتير بحب اتصالاتك أهلا وسهلا فيك هاي شربل كيفك مايا؟ شو بدك اليوم بعمتي فيه ثانك يو ميرسي كثير حلو لعتيك بتعرف لغنية ده لا هبط اليوم بتعرف لغنيتها لمايا انا حوا لا بعرف مش حافظة تاني يلا شو يلا شو يلا غني شي تاني ما تابا مايا هي تابا فوق هيدا تعرف تعرف انا عم فكر بشغله يا شربل بما انه نحن كثير بنحبك وانت يعني من المتصلين المفضلين عنا ودائما بتتواصل معنا من اول ما بلشنا صباح لبنان انت رح يفوت اسمك بالقرعه تلقائيا تبعنا لاخر حلقه ان شاء الله يا شربل اليوم تربح معنا بدي اقول مثل بدي اقول لك مثل مين يلا قل لي مثل قل لي ايش وين بدي وقت يلا رح يمشوا لك الوقت ها لعيونك مشوا له الوقت اللي بيعمله معروف يلا يا شربي خبرنا قول بدي كلمه منك اول شيء بدك كلمه مني طيب بنت يلا قل لي
لا مدري منه من هي مدن. شو يا خالد؟ شو يا خالد؟ أنا بن سمة. ولك برافو يا شربل، هذا هو المثل مظبوط، هذا المثل. انت اساسا صرت معنا بسحب القرعه، شكرا لك شربل، تابعنا لاخر الحلقه. شربل ما معقول قد ايه مهضوم، ما معقول لحظتي وصيت شادني معلم. لا مش وصيت، شربل عنده حاله خاصه، نحن كثير هيك عنده معزه خاصه بصباح لبنان، يعني ما في ما فوته تلقائيا بالقرعه، وان شاء الله يا شربل دائما بتكون صحتك حديد حتى تقدر تحقق كل احلامك بحياتك. مايا انا بعرف انت قبل كمان هون بموضوع المساعده والتشاريتي بتكون فعاله، وخاصه مع مايا نعمه سكول اوف ارت يلي عم بتكون فاعله بصور بهالحقل، قد هيك الاولاد الصغار اللي دائما بنشوف صورهم على السوشيال ميديا معك، يعني بتحس هيك عندهم بيعطوا امل بحياه جديده، وكيف تفاعلك معهم يعني قديش قديه بحبوك؟ ايه كثير بيعطوني الهام تلاميذي من صغيرهم لكبيرهم، كثير بحسهم مثل الورد اللي بعدها ما زهرت وبشتغل عليهم كل السنه كرمال يكبروا. كثير عندهم شغف، كثير عندهم كثير في مواهب، كثير في حب، كثير في شفافيه بالصف، وكثير بتجمعنا صداقه كثير حلوه. يعني انا لما فوت على المدرسه بيكون في اربعه مكمشين في طلع فيهم على الصف، وكتير عم نعمل اكتيفيتيز بمايا سكول اوف ارتس، شاركنا بالمهرجان هون بأبتلياس بمارينياس، بعتذر هيدا الصبح بمارينياس شاركوا تلاميذي رقصوا تقريبا 6 رقصات، ورقصنا على غنية لونها اللي كانت للمهرجان. صحيح. وهلا عنا كمان اطلالات على التي في، يعني شوي شوي العالم عم يشوفوا الشغل اللي عم نعمله بسور، وان شاء الله نفتح فرقة تاني ببيروت اكيد. هذا الفرقة يعني قلنا فترة يعني من اول ما هيك ان فتحت فرع سور، وفي امكانيه وفي يعني حلم ايه. انه يكون في فرع ببيروت، عم يتحضر يعني فعليا على الارض وبعده هيك تمني وكلام لا يعني هو عم يجينا كثير اوفرز كثير عروضات، بس تعرف انا انشغالاتي بالحفلات او بالتحضيرات وبالمدرسه، وكان عندنا الحفله السنويه من شهر بسور بباس الاسد، اجى 700 شخص على الحفله، رقصوا البنات غنوا، عملنا يعني مسرحيه متكامله كثير حلوه، فدائما بيكون عندنا انشغالات ناجل الموضوع، بس اكيد بالمستقبل يعني القريب رح يكون المشروع قائم. ان شاء الله ان شاء الله يا رب قريبا جدا. عم فكر انه اقول لعندك ناخذ اتصال مع بعضنا. اهلا وسهلا يا شباب، هيك المتصلين هي رح يكون حظه حلو، خلينا نربح نشوف شو الخبريه بالزعفره. بالزعفره مايا. يا مايا عاد عقلي. الو الو الو، رمضان كريم. رمضان كريم، مين معي؟ غوا. شو العيله؟ صليبة. غوا صليبة، شو اخبارك؟ ماشي الحال. ماشي الحال، عبالك تحكي مع مايا. هاي مايا. هاي غوا كيفك؟ ماشي الحال، انت كيف؟ الحمد لله. يلا بدي انرجي كرمال تربحي. ايه اكيد. يلا غوا، بتعرفي سيستم اللعبة؟ هلا كنت عم بحضر وعرفت. عظيم، يعني الحما حمة وبنت الحما عقربة مسمة، بدك تخبريني خبرية تستعملي فيها كلمات المثل بس مش مثل ما هن بالجملة، بدك هيك تستعمليهم بطريقه ما يعني مباشره. اوكي ماشي. يلا yeah. اول كلمه مايا رح تنقي لك اياها، كان يا مكان بقديم الزمان. بنت. اوكي كان يا مكان بقديم الزمان بنت الحما اللي هي عقرب سم، والحما يبعث لحم. يبعث لحم، بس هيدي استعملتيهم مثل المثل، كملي رجع استعمليهم بغير طريقه. أوكي. بعد معك وقت. الحما راحت مشوار، شو عملت؟ الحما يبعث لحمي ويقول له بنت الحما شو بسمي مثل العقرب. خلاص حسمت عليهم الموضوع، ما بدك تغيري لهم الخبريه. يلا يا غوا، غوا فتي معنا بصحبه فرع، ذكريني بس يا غوا بالعيله. صليبه. غوا صليبه، غوا تابعينا لاخر الحلقه لحتى تشوفي اذا رح تكوني انت رابحه معنا من مجوهرات هيمو. غوا صليبه، معنا اتصال اخر. يلا ناخذ اتصال مايا. الو رمضان كريم. الو بونجور. بونجور، مين معنا؟ معك ساره. بونجور ساره، كيفك مايا؟ الحمد لله. يا ساره شو اخبارك؟ سارة سمعتيني؟ نعم. سارة شو أخبارك اليوم، تمام؟ الحمد لله تمام. سارة سيداني ما هيك؟ نعم.
سارة سيداني، سارة كل يوم تتصل، كل يوم تبعت اس ام اس، ان شاء الله يا سارة اليوم تربحي. هو هون صار اسمك بالقرعه مغروسه. ايه بس انه اكيد رح تربح، برجع بسحبه. بس انه لانه سارة كل يوم يعني من المتصلين الاوفياء. اوكي، بس بدك محضرتين لنا خبريه؟ محضره خبريه. يلا حافظه المثل؟ حافظه المثل. باي كلمه بدك اياني بقى؟ عقربه. يلا عقربه تكرم عينك. كم يا مكان بقديم الزمان؟ عقربه. ثانية مكان بقديم الزمان، عاربة مسمي كتير، فتت على البيت وكان في الحمى قاعد، الحمى قاعدة على الكنباية والبنت الحمى الصغيرة عم تلعب وعندها حمى كتير قوية. وشو صار؟ هي خبرية. وبنت الحمى انه حمى صير انا اعرف شو صار، يعني هلا ربحت بس انا عمالي اعرف ماشي الخبرية. وبنت خلص كنت معنا يا سارة بصاحب. ألف مبروك تابعين على آخر الحلقة. مشاهدينا بدي أذكركم أنه كل الأشخاص اللي عبالهم يستلموا جوائزهم بوقت الهواء يطلعوا معي على الهواء ويتعرفوا على ضيف النجم يلي بيكون معي بيجوا بين 11 إلا ربع وال 11 ونص، بيتوجهوا على مبنى تلفزيون لبنان بثلاث خياط بفردان حتى يستلموا جوائزهم، أو إذا ما لحقوا فترة الهواء فيهم يجوا من الاثنين للجمعة بين الساعة 10 الصبح وساعة 1 بعد الظهر، بتوجهوا لعنا على تلفزيون لبنان مكاتب صباح لبنان، وأكيد بيستلموا قطعة الماز من مجوهرات هي مجيبه، معكم كمان الكارد ديدونتيتي أو الهوية لحتى نتأكد أنه هذا أنتو الربحانين. عندي فكرة شادي كتير حلوة على خير. الصبح خير. شو رأيك شي جديد؟ أنت هلأ رح تلعب اللعبة وإذا ربحت بتحط لي اسم. يعني ما يا نعمه بيصير في تعاون تيم ورك بين الضيف وبين اسمك هون. اكيد بدك هويتي معي. تفضلي مايا. اوكي اي نادي بعيل لديكار جاي تخرب ديكار اسخف. عم جرب اتحرك كثير. فينا نتحرك. تفضلي انا عم بلعب انا وياك. تفضلي تفضلي بدك نلعب اللعبه انا وياك. اوكي يلا تفضلي. ها يلا نحكي لي كلمه. جاهز اول شيء شادي؟ في احكي مع مايا نعمه بليز. اكيد مايا شو اخبارك؟ كيفك شادي؟ كثير منيح. انت منيحه؟ جاهز معنا؟ انا جاهز معنا. يلا رح نبلش بكلمه هي كان يا مكان بقديم الزمان مسمي. كان يا مكان بقديم الزمان مسمي. مسمي هي الفكره يلي قالتها ضيفتي مايا نعمه بالبرنامج وغريبه كانت كثير، ووجهت بتذكر مايا وقتها بهالحلقه وجهت تحيه للحما يلي كانت قاعدة عم تشرب قهوتها الصبح وعم تحضرها، وقالت عن حلقة انه هي الكنة المهضومة، بس هي مانا مهضومة ابدا، وانا اكيد مع هيك، وانا اكيد انه ما بتوافقها الرأي. مبروك. بما انه ما استعملت كل الكلمات بدك تسحبي ورقة لتفوتي بالقرعة. لا شادي. طيب شو رأيك تغني لنا انا حوا؟ ها عفيتك. طب خلص نسحب قرعه. بتعرف على بكره الصبح الصوت لازم يتحمى. صحيح. فنحن ما بدنا الفنانات مع هيك انه كيف هيك. شو الورقه اللي انا رح اقريها؟ يلا. شو الورقه اللي انا رح اقريها مايا نعمه؟ ها؟ شو؟ سؤال خفيف نظيف. يلا. بدك تفسري لنا عن لونك المفضل بس ما تقولي شو هو، بدك على كاميرتك بالميم بحركات وجهك وايديك جربت تفسري لنا شو هو اللون المفضل عندك. اوكي نحن بدنا نعرف. يلا توب. لا ما عرفنا ابدا انه البينك. ما يا نعمة ما عرفنا ابدا. مايا رح ينزل اسمي؟ رح اكتب لك اسمك. اكتب لك شو اسم شو العائلة مايا؟ نعمة. نعمة او بتحبي تنزلي بنعمة او بالمسيح؟ مثل ما بدك. 2-1. ايوه ها هيدا اسمك نزل. بس اذا ربحت بدنا نجير الهدية. اكيد بنجير اكيد. هيدا اسم مايا نعمة. فينا ناخذ اتصال هلا؟ حرام نعطيهم شانس للمعطرين يلي عم يبعثوا الاس ام اسات يلي انا كثير بحبهم كل يوم بيتابعونا. يلا تفضلي مايا. الو بونجور. الو الو. إذا أنت بالسيارة بدك تسكر شباك السيارة عمول معروف تسمعنا من أباريت تليفون. أو إذا أنت ألو بونجور. بونجورين في العافية. مين معنا؟ بلال حصري. شو الاسم عفوا؟ بيير. بلال حصري. بيير.
ميلاد بلال 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 الحصري نعم صحيح بلال كمان مش اول مره بتتصل فينا شو اخبارك الحمد لله كيف صحة بلال انت يمكن في هوا حدك عسايق نعم هوا قوي لوين رايح يا بلال قبل هالضو نعم لوين رايح يا بلال عبكره الصبح لا والله بشتغل ما فيك تحكي على التليفون انت عم تسوق بلال ان شاء الله تكون حاطط ايربيس او عم تسمعنا على مكبر الصوت لانه عسى ما يعملوا فيك ضبط وتصير اذا ربحت تاخذ الالماس وتروح تدفع ضبط فيها على هالدرجه كيف هالدرجه بلال بتعرف شو المثل يلي عم نترافق فيه اليوم المثل اللبناني بس ذكرني فيه اذا بتريد يلا رح ذكرك فيه شو هو يا مايا الحما حمه وبنت الحما عقرب مسمه صح الحما حمه وبنت الحما عقرب مسمه ماشي شو يا بلال يلا من اي كده انت بتحبز هالمثل بتقول انه مزبوط هالمثل هيك بتصير بتصير الزام بالحياه بتصير مجوز يا بلال نعم وكيفك انت حماتي معي منيحه وكيف انت كيفك انت وحماتك لا الحمد لله عظيم الله يخليكم لبعض ان شاء الله عيد خير عليكم بلال يلا جاهز حتى تخبرني خبريه تستعمل فيها الكلمات نعم يلا كان يا مكان بقديم الزمان عقربه كان في عقربة مسمة كتير كتير وهي كانت بالأصل بنت كتير درويشة بس مثلا كانت لأنه حماتها كتير كتير قوية ومتسلطة عليها فتحولت هالبنت الدرويشة لبنت عقربة مسمة يعني دغري حولتها وعملتها مثلها يعني من بنت درويشة لبنت هيدا بتذكرنا بمثل تاني عشر الأم 40 نهار أو بتصير منه أو ترحلها عنه بهالحالة صارت عقربة مثلها شكرا لك يا بلال تابعنا او اذا انت سيء او مانك قادر تحضر تلفزيون هلا اطلب من حدا يشاهد نهايه الحلقه بعد شوي لحتى نشوف اذا انت رح تربح معنا بحلقه اليوم قطعه الماز من مجوهرات هيمو مايا في عروض تمثيل هلا اجا وصورنا بايلوت بس ما فيك تحكي البايلوت ايه بعرف البايلوت انه صور بس انه اي متى بدنا نشوف العمل تأجيلات منه هن عم يأجلوا الموضوع بس انه بعده قائم يعني ايه طيب وشو اللي مأخر الموضوع شو اللي مأخر ما بقى يمكن برودكشن بده انتاج عالي يمكن عم نصور عم نصور بتيارات وعم نستعمل مثل مدرسة حربية ف شو كنتوا بالاردن عم بتصوروا مزبوط عم يخبروك بتصدم لانه شادي بيكون عم يحكي بس بتطلعي انا عم شوف يعني متى بدك تقول الاردن اي متى بدك تعطينا تفاصيل اكثر بقول انا هلا اذا بدنا نحكي الخبريه بركي ما زبط بتطلع انه طيب غير انت وائل منصور مين في بالبروجكت هلا اذا حدا بده يعرف شيء حدا يخبر شادي بجيب له كل المعلومات ما راح نحكي تفاصيل اكثر بدي اسالك عن دراما لبنانيه انطرح عليك بالدراما اللبنانيه يعني بتفكري تفوتي بهيك مشروع خاصة هلا دراما يعني على تصاعد على يعني اليوم صار نجوم الغناء كلهم يعني هلا كمان الفنان رامي عياش بلش تصوير مسلسل امير ليل كثير من الفنانين عم يفوتوا بمشاريع تمثيليه ايه ليش لا يعني انا بلاقي حالي فيه بس حب قبل مثل اخذ تريننج اتمكن من الموضوع ما بحب اطلع على ببروجكت ما بحس حالي لا اذا كان شيء استعراضي استعراضي شيء خاصه بشخصيتي مثل المسلسل اللي صورت البايلوت كنت انا مايا نعمه كنت بالمسلسل يعني طيب شو ناقص مايا نعمه ما بتعمل فوازير رمضان واو انه مريم فارس عملتهم من يعني قبل ما يتوفى المخرج يحيى سعاده يعني كانوا عاملين شغل رائع معه كمان كتار يعني اكيد ما بننسى عمالقه الفوازير يعني ان كان نلي ان كان شريهان بمصر يعني اسامي كتار طبعت هال اذا بدك الحقبه الحلوه انت شو ناقص اكيد انا كثير رقص وهضامه وشكل وكيوتنس وجمال وجمال وقرب في عندك حدا قبالي كمان يكون شهر يا شو بدك اكثر مني اكيد هيدا الموضوع يعني كثير بلاقي حالي في هيدا المشروع ونحكى من سنه يعني كان في هيك شيء مع مصر وعم ينكتب كان السكريبت ورجعنا تاخرنا وفي دانسينج وذ ستارز وانعجقت فهلا يعني معقول سنة الجاي يكون هالمشروع على البلانز تبعك لسنة يعني انا اذا فتت هيدا البروجكت يعني بعطي من كل قلبي يعني بعتقد الجمهور بيعرف شو رح يصير اكيد كانت ويت لانه يعني متوقعين نتيجه كتير حلوه واو يعني وبستضيفك بشي حلقه ميرسي مايا يعني انا
مخجول منك ما بعرف كيف بدي اطلع من تحت جميلتك. انا بيشرفني ما يعني نعمل كون انا وياك دائما بنفس الكادراج يعني لانه منولعه. مشاهدينا كمان حصتكم محفوظه وبدنا نقول الو 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 رمضان كريم يا الو ما جرب انت الو الو رمضان كريم الو 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 صباح الخير مين معي؟ رمضان كريم الله اكرم مين معي؟ جورج ابو زيد. جورج ابو زيد جورج شو اخبارك؟ الحمد لله. ابو جريج ابو جريج بدي اطلب منك شغله، امول معروف توطي صوت التلفزيون من حدك على الاخر الاخر بتسمعني من اباري التليفون لانه الرتور عم بخلينا نسمع صوتك كذا مره ماشي؟ لا اوكي اوكي وطينا التلفزيون. جورج صرت تعرف اصول اللعبه كيف طريقه المشاركه معنا؟ محضر خبريه؟ بدي احط الجملة بمط صحيح كلمات المثل بدك تخبرنا خبرية من خلاله مزبوط؟ مزبوط اوكي والمثل يلي عم تشوفه قدامك على الشاشة الحما حمة وبنت الحما عقربة مسمة ماشي؟ يا جورج اوكي اوكي يلا الفنانة مايا نعمة هي اللي رح تختار لك كيف رح تبلش تفضلي مايا بلش بكلمة كان يا مكان بقديم الزمان الحما الحما كان عندها عقربين سمة حطتها بمرتبين وقامت اجت عند بنت الحما عقصتها عم صمدت لها اياها يعني واجتها حمة وماتي واجتها قطتك ورجعت جوزتها بس لنعرف اذا رجعت جوزتها مرة ثانية يعني جوزت ابنها مرة ثانية هالحما شو يا جورج؟ جورج انت فت معنا بسحب القرعه بس انا بدي اعرف اذا رجعت كنت مدبرت له عروس ثانيه للزلمه او لا بدنا نعرف مش اكثر جورج جورج خلص مظبوط مدبرت له عم دبرت له طلع جورج عم يسمعني بس شكله ضارب عينه على العروس اللي مدبرت له اياها جورج شكرا لك اسمك فات بسحب القرعه تبعنا لاخر الحلقه مشاهدينا بدي اذكركم فيكم تسلموا جوايزكم من تلفزيون لبنان بثلاث خيارات من الاثنين للجمعه بين العشرة والساعة واحدة من مكاتب صباح لبنان او فيكم تتوجهوا لعنا بين 11 لثلاث وال 11 ونص وتطلعوا معي ومع ضيوفي بألف خبريه وخبريه حتى تستلمون مباشره على الهواء. انا بدي يعني ناطره اتصالات من الفانز والاشخاص اللي وحدوا رح يشوفوا هلا على السوشيال ميديا يعني حطينا على السوشيال ميديا يعني ما في لك الانهيارات على السوشيال ميديا بس دائما الاس ام اسات يعني حسب الكمبيوتر ما يختار الاسم خليني بس وعي خليني وعي بس الاشخاص تفضلي وعي تفضلي 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 شو بدك تعملي؟ مشاهدينا يمكن الاشخاص يلي عم يبعثوا اس ام اسات ما عم يبعثوا اس ام اسات كفايه لحتى يكون عندهم حظوظ اوفر لانه كل ما بعثوا اس ام اسات اكثر كل ما الكمبيوتر يعني غربل الاسامي واعطاهم لفريق الاعداد حتى يتصل فيكم ما بعرف فانزيت مايا نعمه عطوا اس ام اسات اكثر صباح الخير ليك ما بنوم ونحن ما بنوم هلا بتعرف رمضان وسحور و... أكيد. اكيد اكيد على فكره يعني بفتره رمضان هيك قد بتكون الاجواء حلوه قد ايه حتى الصبحيه الواحد بيكون هيك قايم على رواق عم بيقضي نهاره تحضيرا للافطار عم تنزلي على صور هيك يكون عندك سهرات رمضانيه اكيد عم بنزل و... ومش من زمان كنا بالشيرتون كان في افطار عاملين لدار الايتام الاسلاميه فكان في اولاد كثير مهضومين عملنا افطار معهم وزعنا لهم كادويات فيعني بتعرف انه حلوه المشاركه يعني هو كتير. اصلا اساس كل الاعياد وتحديدا كمان رمضان على راس القائمه الولد عنده نكهه خاصه بالعيد وما فيك ما ترسمي ابتسامة على وجهه بتعرفوا احلى من هيك كتير استغربت وتفاجأت عن جد شو مهذبين هالولاد كانوا يعني عم ياخذوا الكادو بتعرف انه تتوقع يعني ولد عم تعطيه كادو كلهم صغار وعم يقولوا ميرسي ثانك يو كلك ذوق يعني انا يعني كنت عم بستحي على شوي انه خجلت يعني ان شاء الله ما حدا بينحرم انه يكون عنده حدا عم يهتم فيه ان كان اهل بيولوجيين ام وبي او دائما الحياه تبعث لنا اشخاص يهتموا فينا يكونوا هن امنا وبينا واصحابنا واختنا وخينا ولكن ما بنكون بنعرفهم الله ما يحرم حدا من هالاشخاص واتصال جديد الو
وعليكم السلام، رمضان كريم، مين معي؟ أول شيء بدي أطلبه أنا بدي أنوطي صوت التلفزيون، وثاني شيء بدي أطلبه ليه عم يبكي البيبي؟ ألو ألو يا سيلفانا. سيلفانا ألو سيلفانا، صباح الخير، رمضان كريم. صباح النور، شو أخبارك؟ مين معي؟ سيلفانا أو ضحى؟ ضحى شو العائلة؟ بدي أطلب منك توطي التلفزيون على الآخر، تسمعيني من التليفون، عملي معروف. ضحى أحمد علي. ضحى شو العائلة؟ علي. ضحى علي اهلا وسهلا فيك ضحى. متابعتينا مع اول حلقه، عارفه شو المثل اللبناني تبع اليوم؟ لا ما بتعرف من اول. اوكي، المثل اللبناني تبع اليوم رح خلي الفنانه مايا نعمه تقول لك اياه. شو هو المثل يا مايا؟ الحما حمه وبنت الحما عقرب مسنه. ليش؟ ضحى. نعم. اوكي، بدك تخبرينا خبرية ب 30 ثانية ضحى، يعني تفوتي فيها كل كلمات المثل، ماشي؟ ضحى. يا ضحى. نعم. اوكي يا ضحى، جاهزة؟ بس ما عرفت انه شو بدي اعمل. يلا، بدك تخبرينا خبرية تستعملي فيها كل كلمات المثل يلي هو الحما حمة وبنت الحما عقرب مسمة. اوكي؟ شو يا ضحى؟ يلا 30 ثانية. كان يا مكان بقديم الزمان الحما. يا ضحى بدك توطي صوت التلفزيون. ضحى يا ضحى. اوكي ضحى بدك توطي صوت التلفزيون على الاخر، يلا بلشي خبرينا خبرية، الوقت ماشي على الهواء يا ضحى، يعني بعد عندك انجا 8 ثواني، 7 6 5 ضحى 4 3 2 ألف خبرية خبرية ما سمعناها منك يا ضحى. اوكي مايا نعمة تربحي معنا إذا مايا نعمة سحبت ورقة. يلا تفضلي. ما في زهر؟ يلا اقريها. تفضلي. ستيلك رسمي او سبور؟ شو ستيلك؟ شو شايف؟ سبور شيك. برافو. كيفنا معي؟ والله بيضت. شفتي؟ عصير هيك تتذكر نحن صغار كنا نلعب لعبة. شو هي دخلي؟ امينة؟ بتعرفي؟ بلعب كثير. هيك انا بتغير. امينة معي. ذكرتيني فيها هيدي ما بعرف. عم نلعبها لما يخلص البروجرام. ماشي على رواق. اوكي. ايه على رواق، بدها تركيز. بدها تركيز صعبة. مايا آخر اتصال معك. ألو. ألو بونجور. بونجور، مين معنا؟ سيلفانا بدوي. سيلفانا بدوي. بدوي. من وين يا سيلفانا؟ من حصبية. من حصبية. شو الأخبار يا سيلفانا؟ تمام مش الحال. سيلفانا صرت تعرف المثل؟ ايه اوكي. يلا مجهزة خبريتك الحلوة؟ ايه مجهزة. يلا يا سيلفانا رح تقلك مايا نعمة أول كلمة تبلش فيها. بأي كلمة بدك اياها نبلش؟ بنت الحما. يلا بنت الحما. كان يا مكان بنت كان يا مكان بقديم الزمان بنت الحما قاعدة على البلكون عم تعمل صبحية عم تشرب قهوة وإذا بتطلع لعقربة بتعيط لحماتها كرمال بتساعدها، ما بتساعدها الحما، بتخليها العقرب اللي مسمي تعقصة، وإذا بتقول الحما بنت الحما إنه عن جد الحما حمة. عن جد؟ معقول؟ سيلفانا تابعينا رح نسحب ونشوف إذا أنت رح تربحي معنا. مايا بدنا نسحب اسم، يطلع اسم مايا نعمة هي الربحانة. تفضلي مايا نعمة بلا زعبر. مش معقول أكبر زعبيرة هالبنت. طيب أنا إيش طلعوا بدها تفتح الورقة تقرا مايا نعمة حتى نعمة. بعرف لك اخبارك. حافظني. جورج الف مبروك.
جورج ألف مبروك، ربحت معنا. إذا أنت عم بتتابعنا فيك تجي تستلم قطعة الماز من مجوهرات هيمو. جورج أبو زيد، أنت اللي ربحت معنا، ألف مبروك. مايا نعمة، مبروك جورج، بوجودك نحن كنا ربحانين اليوم. إن شاء الله الألبوم يكون موفق، وكل البلان يلي عم بتقومي فيه أكيد كلنا رح نكون بمهرجان أغنية الشرقية ونتابع دايما اخبارك. ثانك يو شادي، كثير انبسطت عن جد. وانا انبسطت فيك كثير، بدي حملك سلام لوليد المسيح زوجك. اكيد. وان شاء الله لقائنا بيكون قريب جدا، ورمضان كريم. رمضان كريم. اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا لهون بكون وصل مشوارنا لختامه بهيدي الحلقه. ضيفي بكره الفنان برونو طبال، حتى نعمل حلقه حلوه نحن وياه. برونو يعني كمان أجواء حلوة وهضامة وغنى وكل شيء، يعني مثل ما نعمة أبدا. تابعونا بهيدي الحلقة. أكيد بشكر وفائكم ومتابعتكم لا صباح لبنان كل يوم ابتداء من الساعة 9، ولقانا بتجدد بكرة كمان 9 صباح لبنان و11 إلا تلت. ألف خبرية وخبرية، رمضان سوا مع ضيوفي ومعكم أكيد أحلى. إلى اللقاء.